عندي البوبوليشن وعايز عايز اعتبر مثلا نصه ربعه 10% وات ايفر البرسنتج، يعني عايز اعتبر البرسنتج دي as a sample بس بتريبريزنت البوبوليشن، ساعتها لازم استخدم السامبل ستاندرد ديفيشن. هي الموضوع شويه يعني بيلخبط، يعني انا ممكن مثلا استخدم البوبوليشن ستاندرد ديفيشن على سامبل، اه ممكن، بس دي الكيس دي لو انا عندي سامبل، يعني انا مثلا عملت مثلا 10 ميجرمنتس لفاريبل معين، الفاريبل ده مثلا السبيد، انا باخد مثلا ميجرمنت للسبيد بتاع ميكانيكال بودي مثلا او بتاع الكار او اير بلين او اير كرافت او وات ايفر، وبسامبل السبيد دي فاخدت 20 او 30 سامبلز من السبيد، تمام كده. امتى لما اجي اطلع الاستاتستيكال بارامترز الستاندرد ديفيشن، اطلع البوبوليشن الستاندرد ديفيشن على السامبل دي او على ال 30 ميجرمنتس دول، لو انا عايز اطلع الستاندرد ديفيشن بتاع المجموعه دي فقط، يعني ايه؟ يعني انا ما يهمنيش اي ميجرمنت انا ما خدتهاش، مش فارقه معايا، يعني انا 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 اي توك 30 ميجرمنتس اند اي ام اونلي انترستد ان ذوز ميجرمنتس او ان دي ان ذس جروب اوف ميجرمنتس، يعني مش فارق معايا خالص اي ميجرمنت انا ما سجلتهاش، اي فاليو للفيلوسيتي انا ما سجلتهاش دي مش فارقه معايا، فساعتها انا هعتبر ان هو دي اكشوالي هي سامبل، بس انا هعتبرها بوبوليشن لان انا هي دي اللي فارقه معايا بس، وهي دي اللي انا عايز اعمل الاستاتستكس بتاعتها، وهي دي اللي انا عايز اجيب عليها الايه الفاليو او عايز احسب لها الفاليو بتاعه الستاندرد ديفيشن. طيب ان كيس ان انا بعمل، وده بقى ان موست كيسز، بقى ان موست كيسز انا باخد سامبل، يعني باخد 30 readings للسبيد، لكن actually اللي انا بعمله ان انا عايز generalize البارامتر اللي انا هحسبه على البوبوليشن كله، يعني انا مش عايز اجيب الستاندرد ديفيشن للسبيد بتاع ال 30 samples بس، انا عايز اجيب الستاندرد ديفيشن للسبيد بتاع الايركرافت او السبيد بتاع الكار، انا خدت 30 samples فقط بس انا عايز generalize، فساعتها هستخدم الايه الستاندرد ديفيشن السامبل ستاندرد ديفيشن فورمولا، تمام كده. هل واضحه ولا مش واضحه؟ انا عارف ان هي ممكن تلخبط شويه، بس هل واضحه ولا محتاج ان انا اعيدها تاني؟ عمر سمير، معلش دكتور، ممكن حضرتك انا هقول يمكن اللي انا فهمته، يعني هو السامبل دلوقتي لو انا خدت 30 طالب مثلا او 300 طالب من 1500 دول بدرس عليهم، ده اسمه سامبل، ولو دخلت ال 1500 كلهم ده اسمه بوبوليشن. تمام، انت فاهم صح ولا غلط؟ تمام، بس لما باجي احسب بقى الستاندرد ديفيشن ستيل انا ممكن استخدم البوبوليشن ستاندرد ديفيشن على السامبل ميجرمنتس. يعني فهمت الستاندرد الحته دي ديفيشن ممكن استخدمه على الاثنين عادي؟ ليه؟ ما هو الستاندرد ديفيشن له تو فورمولات اللي انت شايفهم قدامك دول في الوايت بوكسز في السلايد، شايفهم؟ تمام. الفورمولا اللي على الشمال دي الستاندرد ديفيشن للبوبوليشن، لو انا عندي البوبوليشن كامل بستخدم الفورمولا اللي على الشمال، الفورمولا اللي على اليمين لو انا عندي البوبوليشن مش كامل انا واخد منه سامبل فقط. طيب هل بستخدمها في كل الكيسز؟ لا مش في كل الكيس، لو انا واخد سامبل فقط من من البوبوليشن والسامبل دي هي كل اللي انا بهتم بيه، انا مش مهتم باي حاجه تانية، يعني انا مثلا واخد جزء من الدفعه بعمل عليهم statistics بس انا مهتم بدول بس، انا عايز اجيب statistics عليهم هم فقط مش على اي حد تاني وراهم حتى لو هم جزء صغير، يعني انا عايز اعمل statistics للسكشن مثلا او لجروب نمبر 1 في الدفعه، فاخدت الجروب كله بس هو ستيل سامبل من الدفعه، لكن انا عايز اعمل statistics على الجروب ده بس، فساعتها هستخدم عليه البوبوليشن ستاندرد ديفيشن، لكن السامبل ستاندرد ديفيشن بستخدمها لو انا عايز جنرالايز، يعني انا خدت راندوم سامبل من الدفعه كلها وعايز اخد statistical value
بس الاستاتستيكال فاليو دي هجنراليز الاوتكم بتاعها على الدفعه كلها. مش لازم ناخدها على طلبه عشان ما نتلخبطش. يعني ممكن ناخدها على اي فاريبل انا بعمل له ميجر. انا بقيس مثلا اي كان تمبريتشر مثلا، انا بقيس درجات حراره على مدار اليوم، فانا مثلا خدت مثلا 5 او 10 readings على مدار اليوم، بس انا لما بحسب الستاندرد ديفيشن عايز احسبه لدرجات الحراره جنرالي، مش لدرجه الحراره اللي انا عملت لها سامبلينج فقط. يعني مش عايز اعمل ستاندرد ديفيشن للعشر درجات حراره بس، لا انا عايز جنرالايز الايه الستاندرد ديفيشن، فاروح ايه استخدم السامبل ستاتستيك ستاندرد ديفيشن. ليه؟ لان زي ما انتم شايفين انا في السامبل ستاتستيك ستاندرد ديفيشن انا بقسم على كام، بقسم على n minus 1 في جوه السكوير روت، انا بديفايد الديفيشن سكويرز او السميشن بتاع الديفيشن السكوير ديفيشن على ايه، على n minus 1. ولما بقسم على n minus 1 انا بقسم على actually على number of degrees of freedom هنتكلم عنها قدام، ودي بتديني statistic فاليو اعلى من لو انا قسمت على n. وبالتالي انا متوقع ان الستاندرد ديفيشن طالما انا واخد سامبل، طالما انا مش بانكلود كل الفاريانس اللي موجوده، مش بانكلود كل السامبلز المتاحه من الميجرد كوانتيتي، لا انا باخد سامبل صغيره منهم او جزء صغير منهم، ده معناه ان الستاندرد ديفيشن اللي انا هحسبها لازم ايه تبقى اكبر من الستاندرد ديفيشن لو انا بتعامل مع دول على انهم بوبوليشن، لان هم لو بوبوليشن فانا خلاص بكابتشر كل الفاريانس جواهم، لكن لو هم سامبل ففي فاريانس انا ما عملتلوش كابتشر، فبالتالي طبيعي او منطقي ان الفاليو اللي هتطلع هتبقى اكبر، فاليو الستاندرد ديفيشن نفسها هتبقى اكبر. واضحه كده يا باشمهندسين؟ اتفضلي يا ايه. هو يعني يا دكتور دلوقتي هو ان انا استخدم الستاندرد ديفيشن بتاع البوبوليشن ده، يعني لما اخد حته سامبل وابقى مهتميه بيها هي بالذات، يعني اللي هو هي دي اللي يعني زي اكن اللي هعمل عليها الحسابات او الديفيشن، هو ده اللي هيحدد لي يعني ان انا استخدم وقتها البوبوليشن ستاندرد ديفيشن. ستاندرد ديفيشن بنستخدمه في حالتين يا ايه. الحاله الاولى ان احنا معانا كل الميجرمنتس او كل السامبلز المتاحه، يعني لو الفاريبل اللي انا بعمل له ستادي ده ديسكريت فاليو، زي مثلا النمبر اوف ستودنتس مثلا بير انتيك مثلا، وانا بحسب ال او بميجر الفاليو او بعمل استاتستكس على حاجه معينه او على فاريبل معين، بس باخد كل الفاليوز المتاحه بتاعت الستودنتس كلهم، فساعتها انا هستخدم البوبوليشن. طيب ان كيس ان الفاريبل بتاعي اللي انا بعمل له ميجرمنت الفاريبل ده مش ديسكريت، انا مش هقدر كابتشر منه كل الفاليوز المتاحه، لان مثلا انا لو بعمل ميجرمنت للتمبريتشر انا مش هقدر اميجر كل التمبريتشرز على مدار اليوم، فساعتها على حسب بقى انا عايز ايه. لو انا عايز السامبل اللي انا خدتها انا شايفها big enough وعايز ان انا represent the statistics عليها هي فقط، ومش فارق معايا اي حاجة حصلت برا السامبل دي، مش فارق معايا اي حاجة انا ما عرفتش اعمل لها measurement او انا ما عرفتش اعمل لها capture جوه السامبل بتاعتي، ساعتها هستخدم population برضه. يبقى انا بستخدم population standard deviation في الحالتين دول، اما ان انا معايا السامبل كله البوبوليشن كله، اما ان انا معايا البوبوليشن كله او معايا سامبل من البوبوليشن لكن انا انترستد في السامبل دي فقط مش انترستد في البوبوليشن، او مش عايز جنرالايز السامبل دي الستاتستكس اللي هتطلع منها على البوبوليشن، فساعتها هستخدم ايه، هستخدم البوبوليشن ستاندرد ديفيشن. دول الحالتين اللي بستخدم فيهم البوبوليشن. واضحه كده يا ايه ولا لسه برضه مش واضحه؟ لا تمام خلاص شكرا. لا. طيب في اي سؤال تاني يا جماعه في الجزء ده؟ انا يهمني كلنا نبقى فاهمين الجزء ده قبل ما ننقل على الحاجات اللي جايه، عشان ده مهم هيكمل معانا يعني في الجزء اللي جاي. احمد عبد النبي اتفضل يا احمد.
دكتور بعد اذنك بره الموضوع، بس هو كنت انا عامل ريكويست للتيم وما كنتش اتقبلت لسه لحد دلوقتي. طيب يا احمد حاضر انا بقبل، بس خلي الحاجات دي بعد النهارده. تمام، ماشي، شكرا دكتور. لا طيب تعالوا بقى نكمل. يبقى انا طب برضو هنا قبل ما ننقل، انا عندي هنا المين برضو عشان برضو نبقى بنفرق يعني بين التو نوتيشنز. ففي البوبوليشن كيس انا بستخدم الميو علشان اعبر عن المين، وبستخدم السيجما عشان اعبر عن الستاندرد ديفيشن. يبقى السيجما is a notation for standard deviation، الميو is a notation for المين. بالنسبه للسامبل ستاتستيك او السامبل السامبل كيس يعني، ساعتها انا هستخدم الاكس بار، الاكس بار علشان اعبر عن المين، وهستخدم الاس علشان اعبر عن الستاندرد ديفيشن. تمام كده، فعايزين نوحد النوتيشنز دي برضو علشان ايه، وهي اكشوالي ستاندرد يعني مش في الكورس ده بس، دي ستاندرد هتلاقوها في كل في كل الاستاتستكس بعد كده يعني اللي هتقابلوه. طيب ايه بقى الكونفيدنس انترفال؟ زي ما قلنا انا ببقى عايز احدد، ابقى مثلا ابقى 90% شور ان ترو فاليو lies in a certain interval. فالانترفال ده بسميه كونفيدنس انترفال. طبعا ال 90% شور دي ممكن تتغير، ممكن تبقى 95، ممكن تبقى 80% شور، ممكن تبقى 99% شور، على حسب الكونفيدنس ليفل. يبقى انا في حاجتين عندي، الكونفيدنس ليفل والكونفيدنس انترفال. الكونفيدنس ليفل هو قد ايه انا شور ان الترو فاليو بتاعه الميجرمنت هتقع في سيرتن انترفال. تمام كده، فده اسمه الكونفيدنس ليفل، وبيبقى probability، وبيبقى دايما بيتعبر عنه percentage يعني 80% sure، 95 90% وهكذا. يبقى بيبقى probability وبيتعبر عنه بالpercentage، ده الكونفيدنس ليفل. الكونفيدنس انترفال هو الانترفال اللي انا هعبر بيه، يعني في الاخر انا هقول مثلا ان true value lies between minimum وmaximum value. فالمينيمم والماكسيمم فاليو دول بيمثلوا لي انترفال او جزء معين من الدومين بتاع الميجرد فاليو. الدومين ده بقى باخد منه انترفال كده وبقول ايه، وبقول ان هو ده الجزء اللي انا متاكد ان الميجرمنت بتاعتي او ان ترو فاليو موجوده فيه. وباي ذا واي انا لو بعمل ميجرمنت مثلا وخدت 10 ميجرمنتس يعني 10 سامبل من الفاريبل اللي انا بعمل له ميجر، وحسبت الكونفيدنس انترفال مثلا بيزد مثلا على مثلا 80% كرايتيريا او 80% كونفيدنس ليفل، فقلنا مثلا ان 80% شور ان الترو فاليو هتبقى لاينج بتوين انترفال معين، ساعتها برضو الكونفيدنس انترفال هيعبر عن ان انا 80% شور ان النكست ميجرمنت، الميجرمنت نمبر 11 اللي انا هعملها برضو lies between ايه ال two extreme points او ال lies within the interval اللي انا حسبته. يعني مش بس انا ببقى sure ان true value lies في ال interval دي، لأ انا كمان ببقى sure ان ال next measurement اللي انا هعملها with the same probability برضو lies in this interval. يبقى زي ما انتوا شايفين ال confidence interval هي provide estimate أو information about a population characteristic than it does about a point estimate. Such interval are called confidence intervals. طيب ال general formula بتاعتهم إيه؟ إن أنا عندي critical value plus or minus ال point estimate اللي هي بتبقى ال mu عادة. ال point estimate دي غالبا بتبقى ال mu أو ال إيه ال x bar أو ال mean يعني. بلس اور ماينس دي استيميت للترو فاليو، استيميت بيزد على ايه، ان انا بجيب المتوسط بتاع الايه السامبل اللي عندي. بلس اور ماينس كريتيكال فاليو او ستاندرد ايرور، المهم يعني انه في الاخر باستخدام الفاليو اللي هتطلع لي هنا دي هقدر ان انا اعبر عن الانترفال بماكسيمم ومينيمم. تمام كده،
الكريتيكال فاليو دي بقى او الستاندرد ايرور على حسب يعني انا بتعامل مع بوبوليشن ولا بتعامل مع سامبل، هتطلع من جداول هنشوفها بعد كده بنطلعها ازاي السلايدز اللي جايه. طيب الكونفيدنس the interval will contain the unknown population parameter a percentage less than طبعا 100% زي ما قلت لكم. ده الكونفيدنس ليفل يا جماعه. الكونفيدنس ليفل ده بيبقى عباره عن ايه؟ زي ما قلنا عباره عن probability، وطالما probability فهي less than 1 هنعبر عنها كبرسنتج هتبقى دايما less than 100%. تمام كده؟ ودي بيقول لنا انا قد ايه confident ان الانترفل اللي انا هطلعه will contain the unknown population parameter. طيب suppose ان الconfidence level اللي انا هتعامل بيه هو 95%، فانا هقدر اديفاين بارامتر الفا، وهيهمني جدا في الجداول اللي انا هدخل فيها ان انا ابقى عارف الالفا. الالفا اللي هي هتبقى 1 - 0.95، اللي هو في الاخر 1 ماينس الفا بتساوي الكونفيدنس انتر الكونفيدنس ليفل بتاعي. فبالتالي الالفا هتساوي 1 - 0.95. فانا لما هعرف الكونفيدنس ليفل هبقى اوتوماتيكلي بعرف البارامتر الفا ده، لان انا ساعات كتير الجدول بيبقى جيفن فيه الالفا، فلو انا مش عارف الفا مش هقدر ان انا اروح اعرف الكونفيدنس انترفال بارامترز اللي انا هحسب عليها او الكريتيكال فاليوز اللي انا هحسب الانترفال بيزد عليه. فبالنسبه لي الالفا مهم ان انا ابقى عارفه. الالفا ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن 1 - 0.95 في الكيس دي، او 1 ماينس الكونفيدنس ليفل بس مش ريبريزنتد ان بيرسنتج يعني. طيب في اي سؤال لحد هنا يا جماعه؟ عمر سمير. طب معلش يا دكتور، حضرتك ممكن تقول تاني الفرق بين الانترفال والليفل؟ الكونفيدنس انترفال والليفل تاني كده. تمام. الكونفيدنس ليفل ده قد ايه انا كونفيدنت ان الانترفال بتاعي هيكونتين الترو فاليو بتاع البارامتر اللي انا بعمل له ميجر. يعني انا لو بقيس تمبريتشر مثلا، انا عارف ان في ايرورز systematic errors و observational errors وهكذا، أو random errors بتحصل نتيجة لإيه؟ نتيجة للmeasurement. فأنا مش متأكد إن الmeasurement اللي أنا هطلعها كpoint measurement، يعني أنا جيت مثلا قست temperature بسنسور مثلا thermocouple، قست temperature one time مرة واحدة، فأنا مش متأكد إن الvalue دي هي true value. true value بتاعت الميجرمنت بتاعت التمبريتشر اكيد مش هي الفاليو دي بالظبط، اكيد في سورس اوف ايرور معين موجود في الفاليو دي مخلي الفاليو دي شيفتد رايت اور ليفت وهكذا. طيب انا لما يبقى عندي عدد من القياسات، يعني انا قست مثلا 10 قياسات او 20 ميجرمنت للتمبريتشر، ساعتها انا هقدر اطلع من ال 20 ميجرمنتس دي حاجه اسمها كونفيدنس انترفال. هنشوف بنطلعها ازاي، اللي هو عبارة عن range. بقول مثلا ان التمبريتشر بتاعتي هتلاي او الترو فاليو بتاعت التمبريتشر هتبقى ما بين مثلا 24 degrees و 26 degrees celsius مثلا. طب انا هجيب الانترفال ده ازاي؟ هنشوف دلوقتي. المهم ان انا بعد ما بجيب الانترفال بيبقى عندي حاجة اسمها confidence level، انا قد ايه شور ان الترو فاليو will lie within this range. تمام كده؟ ده الconfidence level. confidence level بيقول لي أنا 100% sure، طبعاً دي ما بتحصلش. أنا 90% sure، أنا 95% sure إن إيه؟ إن الرينج ده هيcontain الإيه؟ هيcontain الـ value بتاعت temperature المظبوط، true value بتاعت temperature. فبالتالي دي بتيجي منين؟ دي بتيجي من الـ measurements لما بعمل لها analysis وبطلع الستاندرد ديفيشن بتاعها وبروح على جداول بطلع الكونفيدنس انترفال. على حسب كل ما الانترفال بيزيد كل ما الكونفيدنس ليفل بيزيد، يعني كل ما الرينج بتاع الانترفال كان اوسع كل ما تلاقي ان الكونفيدنس ليفل بتاعك بيزيد لغايه ما بنوصل ل 95 99% 99.9% وهكذا. فدي الفكره في الكونفيدنس ليفل. هل واضحه كده ولا لسه برضو فيها مشكله؟ يعني انا كده بتاكد ان السنسور بيطلع قراءات صحيحه يعني بالطريقه دي. احنا مش بنتاكد، احنا بنبقى عايزين نعرف الترو فاليو، احنا مش بنتاكد.
هو دلوقتي ما فيش اي تاكد في الموضوع. احنا دلوقتي عايزين نعرف الترو فاليو لجيفن بارامتر. فعشان نعرف الترو فاليو احنا محتاجين نكونسيدر ارينج، لان كده كده البوينت ميجرمنت مش بتبقى اكيوريت، لازم يبقى فيها سورس اوف ايرور لازم. فاحنا لازم نبقى ايه، نبقى في رينج، نعرف رينج. الرينج ده كل ما بيوسع كل ما الكونفيدنس ليفل ان انا الترو فاليو واللاي وذين ذس رينج بيزيد. يعني الليفل دي درجه التاكد، درجه التاكد من ان ان الفاليو اللي انا بقيسها موجوده في الرينج، او الترو ميجرمنت المفترض اللي انا احصل عليها هتبقى موجوده في الرينج، دي درجه التاكد. لكن الانترفال، الكونفيدنس انترفال هو الرينج نفسه، انا بديفاين الرينج نفسه. واضحه كده يا عمر؟ تمام يا دكتور. يعني الرينج ده اللي هو مثلا من 30 درجه مثلا ل 10 ل 40 درجه، ده الرينج بالنسبه لي مثلا درجه ده الكونفيدنس انترفال بالظبط كده، ده رينج. طيب انا قد ايه بقى متاكد ان درجه الحراره جوه الرينج ده؟ هو دي بقى الليفل. تمام، شكرا لحضرتك. لا، نور عندك سؤال يا نور؟ انا بس كنت عايز اتاكد، يعني هو كده مثلا لو انا عندي باور سبلاي مثلا مكتوب عليه مثلا 5 فولت بلس اور ماينس 0.5 فولت، يبقى انا كده الكونفيدنس انترفال بتاعي من 4.5 ل 5.5 بالظبط. بس ستيل احنا مش عارفين الليفل اللي هم عرفوا بيه الانترفال ده. يعني هل الليفل ده 99% ولا مثلا 99.9%؟ يعني احنا مش هنبقى عارفين الليفل بالظبط اللي هم عرفوا بيه الانترفال ده، بس هو ده الانترفال بقى. واضحه كده يا نور ولا ايه؟ تمام، شكرا. لا، احمد صلاح. دكتور، هو الكونفيدنس ليفل هو ال1 ماينس الفا صح؟ الكونفيدنس ليفل 1 ماينس الفا. ما احنا قلنا ان الفا هي 1 ماينس الكونفيدنس ليفل. الالفا ده بارامتر. الالفا ده بارامتر عشان ندخل نطلع بيه فاليوز من تيبلز معينه. ما انا فاهم ان هو بارامتر، اقصد اسمه العلمي ايه؟ لا، ملوش اسم، هو بارامتر جاي من الكونفيدنس ليفل. يعني هو انت لو عايز تقول عليه اسم يبقى هو الكونفيدنس ليفل برضه، بس يعني زي مثلا الاكيوريسي والانكيوريسي كده. يعني انت لما ممكن تعبر عن الاكيوريسي بان هي 95%، ممكن تعبر عن الاكيوريسي بتاعت الميجرمنت بان هي 0.05، ساعتها الاكيوريسي نفسها بتتعبر عنها ب 1 ماينس البروبابيليتي. يعني مش يعني انت دلوقتي عايز تتكلم على الاكيوريسي، ساعات ممكن تلاقي ناس بتقول لك الاكيوريسي بتاعت الميجرمنت 95%، الميجرمنت دي 95% اكيد، على اساس ان الايرور الماكسيمم ايرور بيحصل هم مثلا اسو، او مثلا المين ايرور وات ايفر بقى بيبقى الماكسيمم ولا المين، برضو في كده وفي كده، بيبقى مثلا 5% من الميجرمنت، وبالتالي الاكيوريسي 95%. في تكست بوكس ثانيه بتعرف الاكيوريسي على انها 0.05 في الكيس دي، ماشي؟ ليه؟ لان هي في الاخر ال 0.05 ده بارامتر بس بيعبر عن الاكيوريسي في الاخر. يعني هو بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الاكيوريسي. يعني انت لما بتعرف الالفا هنا بتعرف منه ايه؟ بتعرف الكونفيدنس ليفل. فهو في الاخر البارامتر ده بيعبر عن ايه؟ هي دي الفكره في الاستاتستكس. انا فهمت حضرتك، يعني تقريبا الاثنين بيعبروا عن نفس الحاجه بس بعكس بعض، واحد بيعبر بالزبط عن صحه الحاجه والثاني بيعبر عن منهم حاجه بالظبط، بس انت بتفهم نفس الحاجه. اللي المعلومه اللي بتوصل لك في الاخر هي نفس المعلومه. طيب، انا غالبا بعبر عن الكونفيدنس ليفل بالبرسنتج، يعني حتى يعني ما بتلاقيهوش مثلا كونفيدنس ليفل 0.95، لا دايما بتلاقيه بالبرسنتج 95%، ده الكونفيدنس ليفل. الالفا البارامتر دوت انا لو عايز اجيبه علشان التيبلز بتاعتي اللي هدخل فيها الكولم فيها
اللي بيعبر عن الكونفيدنس ليفل هو الفا، انت مش هتلاقي الاثنين، لا اما هتلاقي الكونفيدنس ليفل كولم كده في كونفيدنس ليفل اللي هو بالبرسنتج، لا اما هتلاقي الكولم في الفاليوز اللي هي بتاعه الفا. ففي الحالتين انت خلاص انت عارف ان الفاليو دي هي مناظره للفاليو. طيب لو قلنا مثلا 95%، لو انا عندي مثلا confidence level 95%، ف 95% of all confidence interval that can be constructed will contain the unknown true parameter. ديت interpretation تاني لل confidence level. يعني احنا ال confidence level قلنا ان 95% من ال 95% accurate او sure ان او confident ان الترو فاليو هتلاي وذين الايه الكونفيدنس انترفال ده. لكن في انتربريتيشن تاني ان احنا لو قعدنا نعمل ميجرمنتس للصبح وطلعنا كونفيدنس انترفالز كتير جدا، ف 95% منهم هيبقوا بينكلودوا الايه الترو بارامتر ان كيس ان انا باخد نفس النمبر اوف سامبلز. بس الانتربريتيشن ده اكشوالي احنا ما بنستخدموش، يعني مش موجود حتى كمان في الاستاتستكس كتير، ما حدش بيستخدمه، لان انت مش it doesn't make sense ان انت يبقى عندك measurements كتير قوي وتقسمهم لسامبلز وبعد كده تعمل confidence interval لكل سامبل لوحده. فاحنا خلينا مع الايه يعني الانتربريتيشن الاصلي بتاع الconfidence level اللي هو ان الconfidence level هو الconfidence ان الانترفال will contain the unknown population parameter او true value بتاعت population parameter. تمام كده؟ طيب دلوقتي هو دي بقى هي دي a specific interval either will contain or will not contain. لو contain يبقى احنا within the confidence level بتاعنا، يعني احنا في الاخر الانترفال اللي احنا هنطلعه لا اما هيكونتين الترو بارامتر لا اما مش هيكونتين الترو بارامتر. بس ستيل احنا بنفضل نكبر في الconfidence level لغايه ما بنوصل ل satisfactory value من الكونفيدنس ان شاء الله البارامتر بتاعنا احنا قدرنا ان احنا نريبريزنتو within a certain range، وده هيبقى ايه هيبقى satisfying بالنسبه للابلكيشن. طيب ازاي بقى بحسب الكونفيدنس انترفال؟ انا دلوقتي الاكس بار هنا هي دي الايه هي دي الميو فاليو الميو فاليو او المين يعني مش الميو سوري في الاخر الميو والاكس بار هم بيقولوا بيعبروا عن المين. فالاكس بار هنا هي المين فاليو، فالمين فاليو بلس اور ماينس فاليو كريتيكال فاليو بنسميها الكريتيكال فاليو الزد دي، وهي دي اللي احنا بنحاول نوصل لها. تمام كده احنا لو وصلنا لدي هنبقى عرفنا الانترفال. طيب لو احنا عندنا السيجما دي جيفن ودي نمبر اوف ميجرمنت، السيجما دي اللي هي ايه يا جماعه اللي هي البوبوليشن ستاندرد ديفيشن. البوبوليشن افتكروا ان السيجما دي مش الاس، السيجما دي البوبوليشن ستاندرد ديفيشن. فلو عندي البوبوليشن ستاندرد ديفيشن جيفن وعندي ال نمبر اوف ميجرمنتس، بروح بقدر ان انا اطلع الزد بيزد على الالفا. فباخد الالفا، بصوا كده يعني دلوقتي ده النورمال ديستريبيوشن كيرف. تمام كده انا لو عايز 95 كونفيدنس ليفل فساعتها 95 كونفيدنس ليفل دي هت 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 يعني هتقابل او هتعدي بينا ان احنا نحسب الالفا ب 0.05. فانا عندي الالفا 0.05 اللي هي بتناظر ال 95 كونفيدنس ليفل، وبالتالي عندي الالفا 0.05 على 2 يبقى 0.025. هروح احسب الزد من الايه النورمال ديستريبيوشن كيرف. طبعا هي في المسائل بتبقى جدول، يعني انت ما بتروحش تحسب من النورمال ديستريبيوشن كيرف، انا ما بجيبلكش النورمال ديستريبيوشن كيرف وتروح ان انت تطلع الفاليو بتاعت الزد اللي هي على الاكس اكسس من الفاليو بتاعت الالفا على 2. ليه الفا على 2؟ لان انا بيبقى عندي جزء هنا وجزء الناحيه الثانيه، الاثنين دول بره الكونفيدنس بره الكونفيدنس بتاعي، يعني دول المفروض مجموعهم يبقوا 5% probability واللي جوه البوكس ده مجموعه 95% probability.
عشان كده الناحيه دي المفترض تبقى 2.5 probability والناحيه دي 2.5 probability. انت لو عملت الانتجريشن اندر ذا كيرف هيطلع لك ان مساحه الجزء ده 2.5%، مساحه الجزء ده 2.5%، والاريا بتاعت الجزء اللي في النص دي هي 95%. وبالتالي انا عشان كده بقسم على 2، عشان كده بقسم الالفا على 2 عشان اخد جزء من الليفت هاند سايد وجزء من الرايت هاند سايد، الاثنين ايكوال. وبالتالي فعشان احنا بنعتبر على النون بنعتمد على النورمال ديستريبيوشن كيرف في الكيس دي. طيب لو انا جيت عند البوينت بتاعت الفا على 2 ايكوال تو 0.025 ونزلت على الاكس اكسس هلاقي ان الزد از ايكوال تو نيجاتيف 1.96 وهنا 1.96، وبالتالي الزد قيمتها او بلس اور ماينس 1.96. فدي الزد اللي هروح من خلالها احسب الايه، احسب الكونفيدنس انترفال بتاعي. فانا الزد عندي لو ضربتها في سيجما على روت النمبر اوف ميجرمنتس هيديني الفاليو اللي هطرحها واجمعها على المين علشان يديني الكونفيدنس انترفال بتاعي. طيب انا غالبا بتبقى في تيبل زي كده. التيبل ده بقى انتربريت التيبل ده ازاي؟ بروح اشوف الفاليو بتاعه ال1 ماينس الفا مثلا في الحاله دي، ده الكونفيدنس انترفال، ده الكونفيدنس ليفل. مثلا ال1 ماينس الفا هو مديهاني هنا، في بعض الجداول الثانيه بيديني الالفا، فابقى فاهم انا بدور على ايه. فالكونفيدنس ليفل بتاعي 95% او ال1 ماينس الفا 0.95، طبعا هو مش هيدينا الاثنين، واحده منهم او الالفا او الالف. على حسب الجدول بدخل بشوف الزد، قيمه الزد المناظره ايه. فهنا قيمه الزد المناظره 1.96، وبالتالي هي دي قيمه الزد اللي انا هستخدمها في حسابات الايه الانترفال بتاعي. هل في اي سؤال يا جماعه لغايه هنا، ولا واضح هنعمل ايه في المساله؟ آية في سؤال يا آية؟ ماشي يا دكتور، هو أنا بجيب الألفا على 2 بطلع الزد؟ ده لو in case إن أنا بطلعها من النورمال ديستريبيوشن كيرف. لكن غالبا وده اللي بيحصل يعني في المسائل، إن إحنا بيبقى فيه جدول بنطلع منه قيمة الزد، لأن يعني مش هتبقى أكيوريت قوي لو بنطلعها من الكيرف، لأن مش هنبقى قادرين إن إحنا نمجر بالظبط البعد ده كام. فعادة احنا بنشوف بقى الجدول مدينا ايه، يعني سي مثلا الجدول مدينا الكونفيدنس ليفل، فخلاص انا بروح عند ال 95% واشوف قيمة الزد. طيب لو الجدول مديني ال 1 ماينس الف، فساعتها اروح عند 0.95 واشوف الزد. طب ساعات الجدول بيبقى مديني الف، ساعتها هروح لايه بقى، قيمة ال 0.05، اشوف ال 0.05 الفا قصادها زد ايكوال كام. طيب ولو الجدول نفسه برضو في بعض الجداول بتبقى مدياني الفا ديفايدد باي 2 او الفا اوفر 2، فعلى حسب الجدول الاندكس بتاع الكولوم اللي موجود فيه ايه بشوف انا الفاليو اللي هحسب عليها ايه. لو مثلا الالفا اوفر 2 هي اللي موجوده في الجدول، ساعتها هروح عند الفاليو بتاعت الالفا اوفر 2 از ايكوال تو 0.025، وهي دي اللي هروح اخد منها او اخد قصادها قيمة الزد، وهي دي تبقى الزد بتاعتي. طيب دكتور، هو الالفا على 2 في النورمال ديستريبيوشن دي الحتة فاضية ولا اللي هي موجود عندها upper زد؟ لا، الالفا على 2 ده الكونفيدنس دي البروبابيليتي. الالفا على 2 دي البروبابيليتي. ايه البروبابيليتي؟ اللي هي الاريا اندر ذا كيرف، اللي هي الحته الفاضيه هنا والحته الفاضيه هنا. تمام. طب بس هي الالفا الحته اللي هي مليانه اللي هي الانترفال بتاعي ولا لا؟ الالفا على 2 لا، دي 1 ماينس الفا، الحته المليانه 1 ماينس الفا مش الفا. ماشي تمام.
يعني الألفا الحتة الفاضية، بس عشان أنا ماسكة نص فهتبقى يعني، أو ماسكة جزء يعني فهتبقى مقسومة على اتنين. بالظبط بالظبط. بس عادة إحنا يعني إحنا بنجيبها زي ما قلنا من التيبل، بس الألفا هنا probability زي الكونفيدنس ليفل، والكونفيدنس ليفل أصلا عبارة عن probability. شكرا دكتور. العفو. عمر سمير، دي سؤال يا عمر. هو دكتور معلش، هو الزد بالنسبه لي بتعبر عن اللي هي الانترفال بالنسبه لي صح، او المنطقه اللي فيها بتعبر عن الانترفال بالبلس والماينس، يعني الجزء من الانترفال اللي اكبر من المين والجزء من الانترفال اللي اقل من المين، فاحنا بناخد المين وبنجمع عليه الزد وبنطرح منه الزد، بس مش الزد، الزد تايمز السيجما على الروت بتاع النمبر اوف ميجرمنت. يعني الزد في سيجما على جذر ال ان دوت كله يعتبر الجزء المليان. تمام صح كده، الجزء اللي هو تمام. شكرا. العفو. ده الجزء اللي هو بيبقى ايه جنب المين يمين وشمال، يعني في الاخر هو المين فاليو مثلا بتبقى في مكان معين، يعني ده الانتربريتيشن التاني، بس انا ستيل ما كنتش عايز اتكلم عنه، بس تعالوا كده اشرح عليه حاجه سريعه. دلوقتي انا لو خدت شويه دي، ده كده البوبوليشن كله ماشي، ده كده البوبوليشن كله بالكامل والمين بتاعه هنا، بس انا اكشوالي مش بعمل ميجرمنت للبوبوليشن كله، انا بعمل ميجرمنت يعني انا مثلا تخيلوا ان انا مقسم التجربه مثلا 8 جروبس من ستودنتس، وكل جروب بيعمل ميجرمنتس، فبالتالي كل جروب من الستودنتس هيعمل ايه، هيعمل هياخد مثلا 20 measurements مثلا، يعني whatever بقى الفاليو اللي انا بقيسه، تخيلوا ان الفاليو اللي انا بقيسه هو الاكس الفاريبل، يعني الفاريبل اكس، فانا دلوقتي كل جروب هياخد 20 measurements للاكس، وبالتالي الجروب نمبر 1 طلع معاه الانترفال بالمنظر ده. ليه؟ لانه هو طلع معاه المين بتاع القرايات اللي هو خدها، او القرايات اللي هو عمل لها ميجرمنت، طلعت المين في عند البوينت اللي هي الصفرة دي، ده المين بتاعه، وبالتالي لما حسبوا الانترفال طلع الانترفال بالايه بالمنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، اللي هو ايه اللي هو الخط اللي هو بالبيربل ده، تمام كده. فده الانترفال، الجزء اللي على يمينه والجزء اللي على شماله هم دول الايه الزد تايمز سيجما على روت ان. طبعا كل جروب من الجروبس بتاعه الستودنتس هياخد قرايات مختلفه، وبالتالي المين بتاعه هيطلع في مكان مختلف، وبالتالي الانترفال هيطلع مختلف شويه، 25% من الانترفالز دول هيعدوا في الترو فاليو، هي انكلودوا الترو فاليو اللي هي الميو بتاعه الميجرمنتس كلها، او الميو بتاعه الايه البوبوليشن بالكامل، وبالتالي ال ده interpretation تاني للconfidence level، بس ده زي ما قلت لكم ده احنا ما بنستخدموش اصلا، بس انا حبيت اشرح عليه موضوع الايه الconfidence interval ده بيبقى شكله عامل ازاي. في اي سؤال يا جماعة هنا؟ تمام. طيب تعالوا بقى ناخد example، عندنا sample of 11 circuits from a large normal population، يعني انا عندي البوبوليشن كبير قوي، سيركتس كتير قوي، بس احنا خدنا 11 سيركتس من الايه من البوبوليشن ده، وعندي المين ريزيستنس 2.2 اومز بتاعه السامبل دي، تمام كده. We know from past testing that the population standard deviation is 0.35 اوم، هل ده يا جماعه الاس ولا السيجما؟ حد كده يقول لي ال 0.35 ده الاس ولا السيجما؟ مهاب. هو ده كده السيجما يا دكتور. ليه بقى؟ عشان هو بيقول لي population، ان هو ده بتاع البوبوليشن نص. وبيقول لي ان هو from past testing، يعني معنى كده ان التست اللي قبل كده ده خد في اعتباره كل السيركتس مش ال11 دول بس، تمام كده.
يعني ال 11 دول لو حسبنا لهم الستاندرد ديفيشن بتاعهم كبوبوليشن ستاندرد ديفيشن هيطلع مختلف عن الكابتن اللي هنا ده. ليه؟ لان احنا دلوقتي الستاندرد ديفيشن اللي جيفن في المساله هو بوبوليشن ستاندرد ديفيشن جاي من باست تيستينج. باست تيستينج يعني اتعمل طالما قلت بوبوليشن يعني اتعمل على البوبوليشن بالكامل، يعني في الاخر خد كل السيركتس وعمل عليها الايه البوبوليشن. واضحه ولا مش واضحه؟ عشان دي هتفرق في المسائل قدام، هنشوف ان الموضوع ده هيفرق. يعني لو 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 احنا هنحسب احنا الستاندرد ديفيشن من السامبل الطريقه الانترفال اللي احنا هنجيبها هتفرق، طريقه حساب الكونفيدنس انترفال. بالتالي لازم نبقى فاهمين ال طبعا مساله الامتحان مش هتجيلك واضحه قوي كده، انت لازم تبقى فاهم ال 0.35 دي بتاعت ايه، هل دي بتاعت السامبل ولا بتاعت البوبوليشن وازاي واتعملت والكلام ده كله. طيب بيقول لي determine 95 confidence interval. 95 دي مش الconfidence interval لكن بتوصف الconfidence interval، يعني دي صفة، دي adjective 95% confidence interval for the true mean resistance of the population. احنا عايزين نحسب الconfidence interval لل 95% confidence level for the true mean resistance of the population. ماشي كده؟ طيب هنحسب بقى الكلام ده ازاي؟ لا انا مش عايز حد يجاوب، احنا هنجاوب مع بعض كلنا يعني، لان ده اول اكزامبل، بعد كده هنبقى ناخد اكزامبل كل واحد ان شاء الله كلكم تجاوبوا فيه. السامبل اوف 11 سيركتس فروم ا لارج نورمال بوبوليشن هاز ا مين ريزيستنس اوف ايه 2.2 اومز. We know from the bus testing in the population 0.3 in the population has a standard deviation of 0.35. وبالتالي اقدر ان انا ايه اروح للايه لل confidence interval relation بتاعتي اللي هي x bar plus or minus z بتاع alpha over 2 على sigma قصدي times sigma over root n. ال n بكام؟ ب 11. والسيجما already given لان دي البوبوليشن اللي هي 0.35. الزد الفا اوفر 2 هتتجاب من الجدول، تمام كده. هنروح عند 95 كونفيدنس ليفل ونشوف الزد فاليو بتاعتها بكام، هتطلع ايه 1.96. وبالتالي هتبقى 2.2 بلس اور ماينس 1.96 تايمز 0.35 اوفر روت 11. وبالتالي الترو فاليو المفترض لاي بتوين ايه، لاي بتوين الاثنين فاليوز دول 1.99 و 2.4 اومز، ودي الترو فاليو بتاعت ايه المفترض، يعني ان 95% we are 95% confident or we are 95% sure that the true value of the resistance بتاعت السيركتس is lying or lies between 2.4 ohms و 1.99 ohms. كده احنا جبنا الايه الكونفيدنس. الانتربريتيشن بقى بتاع الكلام ده we are 95% confident that the true mean resistance is between a 1.99 و 2.4 although the true mean may or may not be in this interval. طبعا مفهومه لان احنا في الاخر عندنا 5% chance ان true mean يبقى بره الانترفال ده، تمام كده يا جماعه. في اي سؤال في الجزء ده؟ احمد صلاح اتفضل. يا دكتور هو لو اداني الاس بدل السيجما كنت عملت ايه؟ لسه الكيس الجاي استعجلش. لسه هناخد الكيس لو اصل في الاخر الكيس دي او الفاليوز بتاعت الزد اللي احنا شغالين بيها دلوقتي دي بتاعت النورمال ديستريبيوشن، والنورمال ديستريبيوشن ده جاي من لو انا عندي البوبوليشن لازم يبقى عندي البوبوليشن كامل، فلازم يبقى عندي even ان السامبل ما بتبقاش البوبوليشن كامل بس لازم يبقى عندي الستاندرد ديفيشن بتاع البوبوليشن كامل. لكن لو انا ما عنديش الستاندرد ديفيشن بتاع البوبوليشن كامل ساعتها مش هستخدم اصلا التيبل ده، هستخدم تيبل تاني لان التيبل ده جاي من النورمال ديستريبيوشن اللي هو بيزد على البوبوليشن كامل.
وبالتالي التيبل الثاني بقى هيبقى اسمه تي بيزد تيبل او تي بيزد ديستريبيوشن تيبل او تي ستودنت تيبل، هنشوفه بعد شويه. وهو ده اللي احنا هنستخدمه في حسابات الكونفيدنس انترفال لو انا ما عنديش البوبوليشن كامل، لو انا بطلع الكونفيدنس انترفال بيزد على السامبل اللي انا عملت لها ميجرمنت فقط. وبالتالي الستاندرد ديفيشن اللي عندي هو بتاع السامبل اللي انا بعمل لها ميجرمنت فقط، ساعتها هتشوف بيتعمل ازاي. عمر سمير في سؤال يا عمر؟ دكتور معلش، هو حضرتك قلت في المسألة اللي فاتت from past testing the population standard deviation دي كانت معناها ايه معلش؟ دي معناها ان الـ ان ان الـ ان ان في تيست اتعمل قبل كده بره السامبل دي او بره الميجرمنت اللي حصلت دي، في ميجرمنت اتعملت قبل كده خدت في الاعتبار كل السيركتس اللي موجوده وعملت لها ستاندرد ديفيشن او طلعت لها ستاندرد ديفيشن، فالستاندرد ديفيشن ده بوبوليشن ستاندرد ديفيشن، وبالتالي هو السيجما مش الاس. واقدر ان انا استخدم الايه التيبل بتاع الزد اللي احنا خدناه دلوقتي عشان نطلع منه الكونفيدنس انترفال. يعني اقدر استخدم القانون بتاع البوبوليشن على السامبل اللي هم ال11 سيركت دول، راح اقدر اعمل كده. هو الحاجه الوحيده الريليتد للسامبل هو في الاخر انت كده كده هتستخدم القانون ده لما يبقى عندك سامبل. الحاجه الوحيده الريليتد للبوبوليشن هو الستاندرد ديفيشن. وبالتالي لو انا عندي الستاندرد ديفيشن المحسوب للبوبوليشن فانا عارف ان هو following the normal distribution curve، واقدر استخدم الايه الزد فاليو اللي موجوده في التيبل بتاع النورمال ديستريبيوشن اللي احنا شفناها اللي هي جايه من النورمال ديستريبيوشن كيرف اللي احنا جبناه. لو بقى انا السامبل اللي عندي هي دي اللي هطلع عليها الستاندرد ديفيشن، ده معناه ان انا ما عنديش اصلا الستاندرد ديفيشن بتاع النورمال ديستريبيوشن، فده هيبقى تيبل تاني اسمه تي بيزد تيبل هنشوفه بعد شويه. تمام. احمد صلاح في سؤال يا احمد ولا دي ريزند من شويه من المره اللي فاتت؟ لا تمام يا دكتور. طيب اي عصام ماشي يا دكتور، يعني اي حاجه بتدل ان انا في تجارب سابقه حصلت للسامبل اللي عندي دي يبقى اللي عندي ستاندرد ديفيشن بوبوليشن صح؟ لا ممكن، لا مش اي تجارب سابقه، اي تجارب سابقه indicated في السؤال ان هي قاست البوبوليشن ستاندرد ديفيشن. طب هو لو مثلا هو ممكن يقول لي ما يقوليش كلمه population standard deviation، فايه اللي هيحدد لي في السؤال ان دي population؟ يبقى مش population. لو ما قالش كلمه population يبقى مش population. اصل past testing دي مش هتتقال الا لما يبقى عمل population standard deviation، والا ايه لازمتها يعني؟ يعني لو هو قال لي ده past testing وما قالش population، قال لي دي sample فدي باست سامبل اصلا، دي مش السامبل اللي انا شغال عندها، وبالتالي حتى لو مش هشتغل بالنورمال ديستريبيوشن انا هشتغل على السامبل دي واحسب لها هي الستاندرد ديفيشن بتاعها، مش هشتغل على باست سامبل انا، لان هي سامبل وانا كده كده مش بعمل لها هي الاناليسس. فانا لو هشتغل من باست تيستينج لو هستفيد منه يبقى هستفيد منه بالبوبوليشن ستاندرد ديفيشن، فلازم يبقى قايل لي ان الباست تيستينج دوت كان طلع لي البوبوليشن ستاندرد ديفيشن. شكرا دكتور. لا طيب هناخد بقى بريك صغير كده علشان نفصل ما بين التو كيسز ونرجع ان شاء الله نكمل بقيه المحاضره. فالساعة دلوقتي 10:05 نرجع الساعة 11:05 نرجع الساعة 11:15 بإذن الله. مصطفى محمد عندك سؤال يا مصطفى؟ دكتور معلش ممكن في البيت تقبلنا أنا ما سمعتش أي حاجة يا مصطفى، النت تقريبا بيقطع. هو بيقول لحضرتك تقبلهم في التيمز يعني تعمل لهم أكسبت. طيب تمام حاضر يا مصطفى شكرا.
اهلا يا باشمهندسين. سوري يا باشمهندسين، ما عرفتش اكسبت كل الناس لان في ناس كتير كانوا لسه ما عملوش جوين، فلقيت في ناس كتير جدا عامله ريكوست والفيتشر بتاع اكسبت اول مش شغاله. يعني كل ما باجي اكسبت انا بعمل اكسبت اول بريجكت كله يعني، فبضطر اكسبت 1 by 1. ما لحقتش اكسبت بقيه الناس، بس يعني بعد المحاضره ان شاء الله هرجع تاني واعمل اكسبت لبقيه الناس اللي عامله جوين. بس يا ريت بقى يعني يبقى كل الناس اوريدي جويند باي ذس تايم، علشان احنا كده اوريدي في الاسبوع الخامس يعني، فالمفترض يبقى كل الناس اوريدي جويند. فدي اخر مره انا هعمل فيها اكسبت. بالنسبه للمحاضره بقى، تعالوا نكمل الجزء بتاع الconfidence interval. لو ما عنديش الstatistics بتاعة الpopulation، in case ان انا السيجما is unknown، ساعتها الpopulation standard deviation مش معروف، وبالتالي هنستخدم السامبل standard deviation. بس طالما هنستخدم السامبل standard deviation، فمش هينفع معانا نفس ال value بتاعت ال interval بتاعت ال z اللي هي كانت بتطلع لي ال value بتاعت ال confidence interval. فساعتها هنشوف هنعمل ايه بقى في ال case دي. ليه اصلا الموضوع ده ما بينفعش؟ ايه المشكلة؟ ان انا بيبقى عندي طالما هستخدم ال standard deviation S، فأنا عارف إن أنا لما هاخد sample تانية ال standard deviation ده نفسه هيتغير، لأن sample بتختلف عن كل sample بتختلف عن التانية، وبالتالي ال standard deviation بتاع كل sample هيختلف عن التانية، ففي extra uncertainty موجودة في measurement بتاعتي، وبالتالي ال interval بتاعي for the same confidence level is expected to be higher أو larger. لازم يبقى larger ليه؟ لان انا عندي دلوقتي uncertainty زياده جايه من ان انا ما عنديش غير sample بس، وبالتالي الاس دي نفسها الفاليو بتاعتها هي مش final value او مش certain value، وبتتغير من sample to sample، وبالتالي منطقي ان الفاليوز بتاعت الانترفال او الرينج بتاع الانترفال يبقى اكبر لنفس الconfidence level في حالة لو أنا ما عنديش الـ standard deviation بتاع population. هنستخدم حاجة اسمها t distribution. t distribution هنستخدمه بدل النورمال distribution اللي احنا استخدمناه في حالة ان السيجما is given. طب ايه بقى t distribution ده؟ هي نفس الequation يعني، by the way هي نفس الequation، x bar plus or minus t of alpha على 2 مضروبة في الـ standard deviation اللي هو الـ S instead of sigma divided by الروت بتاع الـ A بتاع الـ number of measurement. وبالتالي بستأذنكم بس يا باشمهندسين، هشوف الباب بيخبط، تعال استأذنكم سلام.
سوري باشمهندسين على القطاع ده. طيب كنا وصلنا لان دلوقتي الكونفيدنس انترفال لما بنيجي نحسبه لو السيجما مش انون بنستخدم برضو هي فيري سيميلر ريليشن شيب. الكونفيدنس انترفال هيبقى عباره عن الاكس بار بلس اور ماينس التي انستد اوف زد. التي بارامتر ده هيعبر عن الكونفيدنس انترفال بيزد على البروبابيليتي في التي ديستريبيوشن مش النورمال ديستريبيوشن. وهنشوف البروبابيليتي بتاعت التي ديستريبيوشن دلوقتي شكلها ايه بالنسبه للبروبابيليتي بتاعت النورمال ديستريبيوشن. فالتي بارامتر تايمز الاس. الاس هنا هو الستاندرد ديفيشن اللي هو انست اوف سيجما يعني في الكيس بتاعت البوبوليشن از نون. وهنا عندنا الروت اوف ان. وباي ذا واي هو ده غالبا احنا بنستخدم الريليشن دي بتاعت الكونفيدنس انترفال او تي بيست كونفيدنس انترفال علشان غالبا ما بيبقاش عندنا السيجما او ما بيبقاش عندنا الستاندرد ديفيشن بتاع البوبوليشن. بنعمل بنحسب الستاندرد ديفيشن من السامبل اللي احنا عملنا لها ميجرمنت وبالتالي حسابات الكونفيدنس انترفال في اغلب الاحيان بنستخدم فيها الاي تي بيست ديستريبيوشن. حاجه بقى مهمه جدا نفهمها في التي بيس ديستريبيوشن حاجه اسمها الديجريز اوف فريدم او النمبر اوف ديجريز اوف فريدم بتاعه السيستم. طبعا دي مختلفه خالص عن النمبر اوف ديجريز اوف فريدم بتاعه الميكانيزمات او الميكانيكال سيستمز او السيستمز اللي هي ان موشن. محمود ناصف في سؤال يا محمود في الجزء اللي فات. يا دكتور هو في الحالتين اللي فاتوا انا بستخدم الاكس بار مش الـ مش الـ مش الميو صح؟ انا اصلا ما بقاش عندي الميو. انا بحسب البروبابيليتي او الانترفال بتاع الميو لان انا الـ الميو ده هو المين فاليو بتاع الايه البوبوليشن كله اللي هو الترو فاليو بتاعت المين. فانا ما عنديش الترو فاليو بتاعت المين انا عندي بوينت فاليو للمين. دي اسمها بوينت فاليو. دي كده اسمها بوينت فاليو للمين. الترو فاليو للمين اللي هي الميو. طب انا اعرف الميو ازاي؟ انا ما بقدرش اعرفها الا لما يبقى عندي كل الايه الستاتستكس بتاعت او كل البوبوليشن كل الميجرمنتس بتاعت الفاريبل. وانا كده كده مش هبقى عندي كل الميجرمنتس في اغلب الاحيان يعني. فبالتالي انا عايز اشوف الميو دي بتلاي within certain interval هو ده اللي انا بجيبه من هنا. يعني انا في الاخر انا كده كده هستخدم الاكس بار لاني انا ما عنديش الميو بتاع السيستم ككل. انا عندي انا ما عنديش الميو او المين بتاع السيستم البوبوليشن كله. انا عندي المين بتاع سامبل فقط فهو ده اللي انا بستخدمه هنا. تمام شكرا دكتور. لا فهم. انا دايما عايز اجيب الترو فاليو. الترو فاليو بتاعت الميو هي دي اللي انا عايز اوصل لها. وان كده كده ما بوصل لهاش بالظبط as a point value انا بوصل لها as an interval وهو ده الانترفال اللي انا بحسب. طيب تعالوا بقى نشوف ايه degrees of freedom دي. degrees of freedom يا جماعة لو انا افترضت ان انا عندي observations وحسبت لها المين بتاعها تمام كده. تخيلوا معايا ان انا الobservations دي ممكن تتغير او الميجرمنتس اللي انا خدتها دي ممكن تتغير. ايه number of measurements اللي انا اقدر اغيره والobservation او المين اللي انا حسبته يفضل ثابت يفضل ما بيتغيرش. فهي دي number of degrees of freedom. بمعنى تعالوا كده مثلا نقول ان دلوقتي سبوز ان المين بتاع 3 numbers is 8 ماشي كده. ده المين بتاع 3 numbers. انا ايه ال 2 numbers اللي انا اقدر اختارهم hypothetically او randomly او ايه العدد ال numbers اللي انا اقدر اختارها hypothetically وستيل اقدر اميت الايه المين ده اقدر ان انا في الاخر احقق المين ده. فساعتها هتلاقي ان انت ممكن تختار one value x
تبقى هايبوثيتيكال او ميجرمنت ثانيه او اوبزرفيشن ثانيه وستيل تقدر تحقق المين بان احنا في فاليو بتتغير وتو فاليوز نقدر نحسبه بيزد على الفاليو دي. في الاخر التو فاليوز دول هيبقوا ديبندنت على اختياري للفاليو دي، ساعتها ده هيبقى 1 ديجري اوف فريدم سيستم. بس انا ستيل عندي كمان تو فاليوز اقدر اغيرهم، وثالث فاليو تبقى ديبندنت على اختيار الاثنين دول بس مش هقدر اغير، ساعتها يبقى 2 ديجريز اوف فريدم سيستم. طب انا لو عندي 4 نمبرز ساعتها يبقى عندي 3 فاليوز اقدر اغيرهم و1 نمبر مش هقدر اغيره او هيبقى ديبندنت على الثلاثه التانيين وهكذا. فانا دلوقتي النمبر اوف في ديجريز اوف فريدم دايما بتبقى النمبر اوف ميجرمنتس او النمبر اوف اوبزرفيشنز ماينس 1. ليه؟ لان انا علشان اميت الاستاتستيك اللي انا حسبته هنا ده الاستاتستيك بارامتر ده اللي هو المين، انا في كونسترين بيربط الفاليو دي بالتو فاليوز التانيين. التو فاليوز التانيين دول ممكن يبقوا اي فاليوز، ممكن اربيت الميجرمنت فيهم واختار اي فاليوز هتطلع، او يعني مش شرط يبقوا فاليوز معينه. لكن الاكس 3 دي انا مضطر ان انا اخدها فاليو معينه بيزد على الاثنين التانيين، وبالتالي الاكس 3 ساعتها كونستريند في 1 كونسترين في الاخر اللي هو ايه، اللي هو الميو. الميو ده في الاخر هو او سوري مش الميو هو الاكس بار. الاكس بار ده في الاخر هو كونسترين اللي هو السيجما بتاع الاكسز الاكس اوف اي من اي ايكوال 1 لان اوفر الان، صح كده؟ ده الميو او ده قصدي سوري الاكس بار او ده المين. طيب المين ده، المين الاستاتستيك مين ده، ده عباره عن كونسترين ما بين الاكسس كلها بيديني بيديني نمبر اوف ديجريز اوف فريدم اقل من النمبر اوف ميجرمنتس باي 1. اللي فيكم بياخد معايا كورس الموديلنج احنا كنا اتكلمنا برضو في الموديلنج ان النمبر اوف ديجريز اوف فريدم في الميكانيكال سيستمز في الموشن بتاعه الميكانيكال سيستم كانت هي النمبر اوف جنرال كووردينتس اللي بتديسكرايب السيستم ماينس نمبر اوف كونسترينز. انا هنا دايما عندي الكونسترين از 1 كونسترين اللي هو الفاليو بتاعه المين، ده الكونسترين اللي موجود طول الوقت معايا. فبالتالي دايما هيبقى عندي النمبر اوف ميجرمنتس ماينس 1 هي دي النمبر اوف ديجريز اوف فريدم اللي هي في الاخر النمبر اوف اوبزرفيشنز ذات ار فري تو فاري افتر سامبل مين هاز بين كالكوليتد، تمام كده؟ النمبر الثالث او الميجرمنت الاخيره دايما بتبقى ديبندنت على الاثنين التانيين دول او دايما بتبقى ديبندنت على الباقي، وبالتالي دي مش فري تو فاري، دي محتاج ان احنا it is constrained by the measurements اللي اتاخدت في السامبلز اللي قبلها او في الميجرمنتس اللي قبلها. وبالتالي فاحنا محتاجين دايما نديفاين ال number of degrees of freedom في t-based table based على ايه؟ based على number of measurements. لو number of measurements زاد number of degrees of freedom بتزيد لغاية ما بيوصل number of degrees of freedom ل infinity لو measurements بتاعتي بقت population measurement. يعني في الاخر number of degrees of freedom كل ما number of samples هتزيد كل ما number of degrees of freedom هت approach نفس number of samples في infinity. يعني في الاخر لما بعتبر ان انا عندي population فالنمبر اوف ديجريز اوف فريدم دي بتبقى انفينيت. وعشان كده لما نيجي نبص على التي بيز ديستريبيوشن هنلاقي ان التي ديستريبيوشن شبه النورمال ديستريبيوشن عند التي لما يبقى الديجريز اوف فريدم از ايكوال تو انفينيت. يعني ايه ديجريز اوف فريدم از ايكوال تو انفينيتي؟ يعني في الاخر الميجرمنتس از ايكوال تو انفينيتي النمبر اوف ميجرمنت. يعني كل ما النمبر اوف ميجرمنتس بتاعتي عماله بتزيد تزيد تزيد في السامبل كل ما التي ديستريبيوشن كيرف هي ابروتش النورمال ديستريبيوشن كيرف اللي هو ايه اللي هو الاورنج ده. الاورنج ده هو ده النورمال ديستريبيوشن كيرف اللي احنا حسبنا عنده من شويه الكونفيدنس انترفال لما كانت السيجما نون لو تفتكر
لما كانت السيجما نون كنا بنحسب عند النورمال ديستريبيوشن كيرف. طيب التي ديستريبيوشن كيرف بقى بيختلف عنه بايه؟ ان هو بيبقى فاتر عند التيلز. التيل بتبقى واخده بوبوليشن او probability اكبر في فبالتالي الانترفال بتاعه بيبقى اوسع. لما بنيجي نحسب الانترفال هتلاقوا الانترفال اكبر. ليه؟ لان هو بيبقى الديستريبيوشن مور فلات. تمام كده. كل ما الديجريز اوف فريدم قلت كل ما الكيرف بقى مور فلات. كل ما الديجريز اوف فريدم زادت كل ما الكيرف بقى بيابروتش الايه النورمال كيرف لغايه ما يبقى بيكونسايد مع النورمال كيرف عند الديجريز اوف فريدم از ايكوال تو انفينيتي. تمام كده يا جماعه. فده الفكره بتاعت التي بيزد ديستريبيوشن تيبل. فلو جينا نبص على التيبل بيبقى شكله عامل كده. هتلاقي ان انا بيبقى فيه انتري للديجريز اوف فريدم وانتري تانية للالفا. دي الالفا دي الالفا على اتنين هنا لان ده الابر تيل اريا. الابر تيل اريا اللي هو الجزء ده بس اللي هو الفا على اتنين. فدي الالفا على اتنين طبعا بتبقى موجودة في المسائل يعني ان دي في الاخر الفا اوفر تو الانتري اللي هنا دي والاندكس ده اللي هو degrees of freedom. فانا هروح مثلا لو انا عندي 3 measurements يبقى انا عندي number of degrees of freedom equal to هروح اشوف الconfidence interval بتاعي. في الحالة دي الconfidence interval بتاعي هو 90% وبالتالي alpha is equal to 1 minus 0.9 is equal to 0.1 وبالتالي alpha over 2 is equal to 0.05 صح كده. فهروح عند ال 0.05 واروح عند ال2 واختار الايه التي فاليو وهي دي تبقى التي فاليو اللي انا هشتغل عليه. طب التي فاليو دي بتبقى ايه؟ بتبقى نفس الكلام بتبقى الايه الاريا اندر ذا كيرف في الجزء اللي هو البروبابيليتي بتاعته او الاريا بتاعته هو الفا على 2 0.05. طيب زي ما انتم شايفين كل ما الكيرف بقى مور فلات كل ما الاريا دي زادت وبالتالي الفاليو بتاعت التي هتلاقيها بتترحل يمين علشان نوصل لنفس الاريا اللي هي 0.05. فهتلاقي الانترفال عمال بيوسع معاك وعلشان كده كل ما الديجريز اوف فريدم بتاعت السيستم بتقل كل ما الانترفال بيكبر. ليه؟ لان الاريا دي بتزيد وبالتالي علشان اوصل لنفس الاريا هضطر اترحل يمين في هروح يمين او شمال في عند التيلز بتاعت الكيرف. يعني لو خدت الاريا عند 2.9 هتلاقيها اكبر من 0.05 وبالتالي بضطر ان انا اروح يمين شويه علشان اوصل لايه للفاليو عن اللي عندها الاريا 0.05. هتلاقي الكلام ده مثلا عند 1 degree of freedom هتلاقيه مثلا بقى 6.3. هتلاقي الفاليو دي بدل ما هي 2.9 بقت 6.3. فاللي انا عايز اقوله لكم ان طبعا اعتقد دي موجوده اوريدي في السلايد اللي جايه ان لا مش موجود ان في الاخر المفترض ان كل ما الفاليو دي كل ما النمبر اوف ديجريز اوف فريدم يزيدوا كل ما الفاليو دي هتفضل تقل لغايه النمبر ديجريز اوف فريدم ما يبقى انفينيتي. ساعتها الفاليو اللي هنا دي يا شباب هتبقى نفس الفاليو بتاعه الزد. تمام كده. عند الانفينيتي ديجريز اوف فريدم الفاليو دي هتبقى هي نفس الفاليو بتاعه الزد. تعالوا كده نشوف الفاليو بتاعه الزد كانت كام عند 90%. بصوا كده الفاليو بتاعه الزد كانت كام؟ كانت 1.645. وبالتالي كل ما النمبر ديجريز اوف فريدم هيزيد كل ما الفاليو دي هتفضل تقل. الفاليو اللي هنا دي هتفضل تقل لغايه ما هتوصل في الاخر ل 1.6 4-5 دي أقصى value أو أقل value ممكن توصل لها عند number of degrees of freedom is equal to infinity. هل يا شباب واضح الفرق ما بين الزد النورمال تيبل والتي تيبل أو النورمال ديستريبيوشن والتي ديستريبيوشن؟ أحمد صلاح اتفضل يا أحمد. في سؤال دكتور هو النوت المكتوبة بالأزرق إن
body of the table contains t values not probabilities. هو ايه الفرق اصلا ما بين ال t values وال probabilities طالما هي مش probability؟ ما هو ال probability اللي هي في الاخر ال confidence interval دي اللي هي دي الجزء ده والجزء ده والجزء ده دول probabilities. لكن الـ values لا الـ t دي بتحدد الـ interval مش بتحدد الـ probability. الـ t دي أنا باخد هي مقياس لقد إيه الـ interval هيبقى واسع الـ interval أو هيبقى كبير. الـ interval ده اللي هو القيمة اللي أنا free إن أنا أتحرك فيها في الـ measured value أو الـ measured quantity. يعني الزد دي بنفس المقياس ان الزد دي مش probability برضو؟ ايوه الزد مش probability. البروبابيليتي هي الكونفيدنس انترفال والالفا والوان ماينس الفا والوان ماينس الفا اوفر 2 دي كلها probabilities. فين الرسمه تاني اهي دي كلها probabilities اللي هي الاريا اندر ذا كيرفز دي كلها probabilities. فالكونفيدنس ليفل نفسه probability اللي هو 1 ماينس الفا دي probability. probability ان الميو او ان الترو فاليو بتاعه المين هتقع او هتلاي within certain area فدي probability. لكن الميو نفسها مش probability دي value لل measured parameter. يعني انا بميجر مثلا temperature دي value لل temperature. نفس الكلام الزد نفس الكلام التي دي value لل temperature ودي يعني بتديني رينج اقدر ان انا اتحرك فيه علشان اوصل للكونفيدنس انترفال بتاعي. معلش يا دكتور انا برضو ما فهمتش يعني ايه الفرق ما بين الزد والالفا الاثنين؟ لا ده الزد حاجه والالفا الالفا على الاثنين دي هي البروبابيليتي ان الميجرمنت تبقى بره الرينج يعني الميجرمنت بره الكونفيدنس انترفال اللي انا هطلعه او الرينج اللي انا هطلعه. دي البروبابيليتي هتبقى 0.05. 0.05 يعني كام؟ يعني 5%. يعني في الاخر في 5% بروبابيليتي ان الميجرمنت هتطلع في الجزء ده اللي هي بره الرينج. انا لو هطلع الرينج هيطلع من هنا لهنا مثلا ده الرينج صح كده ده الرينج اهو في 0.05 chance 0.05 chance ان الرينج ده يطلع بره او ان الميجرمنت تطلع بره الرينج ده من الناحيه دي و 0.05 chance ان هي تطلع بره الرينج ده من الليفت هاند سايد. فبالتالي في 0.1 chance ان الليفل اللي هو 0.05 بلس 0.05 الناحيه اليمين والناحيه الشمال 0.1 chance ان الميجرمنت تطلع بره الكيرف من هنا او من هنا. وبالتالي الكونفيدنس ليفل هو 90% او 0.9 ان الميجرمنت تبقى في النص ما بين التو ليميتس بتوعين. فدي ما لهاش علاقه دي في الاخر values دي مش probabilities. الفاليو بتاعت التي ال 2.9 دي فاليو احنا في الاخر هنستخدمها عشان نروح نحسب منها الكونفيدنس. يعني انا بجيب الفاليو للبروبابيليتي صح كده؟ الفاليو بتاعت التي او الزد للبروبابيليتي او للكونفيدنس ليفل. الكونفيدنس ليفل هو ده البروبابيليتي. الكونفيدنس ليفل قد ايه انا شور. هو الجزء ده نفسه الجزء بتاع الزد لو انت كنت فهمت الجزء اللي في الاول كويس هو نفسه بالظبط. بس احنا بنفلاتن الكيرف علشان الانسرتينيتيز الزياده اللي بتبقى ديو تو ان احنا بنعمل سامبل فقط. بس هو نفس الجزء ده. انت فهمت طيب السلايد دي السلايد اللي انا واقف عندها دي؟ ما هو انا فهمتها بس النوت اللي كانت في السلايد اللي بعدها فتحت مخي اكتر ليه النوت دي مكتوبه هنا بس يعني. لا هي ستيل الزد فاليو دي مش probability. الزد فاليو هنا مش probability. البروبابيليتي هي 1 ماينس الفا والفا والفا على 2 دي كلها probabilities. تمام. طيب
شكرا يا عمر. نور عندك سؤال يا نور؟ انا احمد يا دكتور. شكرا يا احمد. شكرا يا احمد. لو سمحت يا دكتور انا بس ما فهمتش كويس جزء degree of freedom في tree distribution. طيب حاضر يا نور هرجع له تاني. عمر سمير كان عندك سؤال يا عمر؟ يا دكتور هو انا بس كان حضرتك تقول في tree distribution ان احنا مش عارف الالفا على الاثنين بتتشفت يمين شويه وشمال شويه علشان كل ما الكيرف تقريبا بيوسع حاجه زي كده اللي هو ده انا ما فهمتوش ده معناه ايه. حاضر هقولها تاني يوم. حسن حسن عندك سؤال يا حسن؟ دكتور هو الاريا طلع صعب بثلاثة وصعب باثنين وشوية مش المفروض تبقى كلها بواحد؟ ايه الاريا اللي بثلاثة؟ السلايد في السلايد اللي بعد دي اللي هي فيها التيل والكونفيدنس ليفل. ايوه ايوه هي اللي فاتت دي. لا لا مش دي. دي؟ اللي هي كان مكتوب فيها النوت. اخر سلايد؟ لا لا اللي كان مكتوب فيها النوت اللي احمد قال عليها. ايوه دي ازاي الاريا بستة وشويه مره وثلاثه. فين الستة وشويه؟ فين الاريا بستة دي؟ مش دي مش ستة. الاريا هي البروبابيليتي اللي بالكالر ده اللي بالكالر ده اللي هي 0.1 0.05 0.25. دي الاريا. دي التي فاليوز. التي فاليوز اصل ده مش 2 دايمنشنال تيبل ده 3 دايمنشنال تيبل عشان كده في كولرز تبين لك الديجريز اوف فريدم اللي هي بالبلو كولر الافر تيل اريا اللي هي الالفا على 2 دي بالاورنج كولر او مش عارف الكولر ده اسمه ايه ال بالنسبه للفاليوز اللي هي اللي هي في النص دي دي تي فاليوز دي مش الاريا. تمام عشان كده هم كاتبين النوت يعني السؤال إجابة سؤال أحمد أكشولي هي الجزء اللي انت سألت عليه ده هم كاتبين النوت عشان الناس ما تتلخبطش وتفتكر ان دي جزء من الأبر تير أريا لان ده 3 dimensional table. احنا النوت دي ما شفناهاش في التيبل ده ليه لانه هو 2 dimensional table او 3 dimensional table معمولين قصاد بعض فعشان كده ما شفناش النوت لان واضح ان كل دايمنشن واخد الفاليوز بتاعته تمام كده لكن في التيبل ده علشان بس نجمع التيبل كله في مكان واحد فهم عاملين ايه عاملين ان في الاخر في كولر كود بيبين لك الفاليوز فالاور تيل اريا او الالفا على 2 يعني دي اللي هي بالايه بالسيمون اللون ده وبالتالي الجزء اللي في النص ده كله ده التي فاليوز عشان كده هم عاملين النود دي the body of the table contains تي فاليوز نود probabilities قصدهم بايه نود probabilities يعني نود اوفر تيل areas يعني ماشي دي مش areas يعني. طيب تعالوا نرجع للاسئله بقى اللي اتسالت. اول سؤال ثواني بس اشيل كل الكلام ده تمام. اول سؤال اتسال هو الجزء بتاع النمبر اوف ديجريز اوف فريدم. النمبر اوف ديجريز اوف فريدم يا جماعه هو الحريه في كام ميجرمنت ان انا اغيرها فانا ممكن اغير الميجرمنتس كلها سي بس هيبقى في وان كونسترين. ايه الوان كونسترين؟ ان لازم المين فاليو اللي انا طلعته الاستاتستيك مين يفضل ثابت وبالتالي في كونسترين ما بين الميجرمنتس كلها ان لازم القيمه دي تفضل ثابته وبالتالي الرايت هاند سايد بتاع الايكويشن ده يطلع نفس القيمه. فانا لو غيرت الميجرمنت نمبر 1 و2 و3 و4 و5 وهكذا في ستيل وان ميجرمنت لازم تبقى ديبندنت عليهم كلهم بحيث ان انا اطلع الايه اطلع الفاليو بتاعه المين تبقى هي هيها نفس الفاليو بتاعه المين ما تتغيرش وبالتالي طالما في ديبندنسي من وان فاريبل على الباقي ده معناه ان في one constraint ودايما ال number of degrees of freedom بتبقى بتساوي ال number بتاع ال observation. that r allowed
to be varied freely، يعني ما فيش اي كونسترين عليه، تمام كده؟ ده number of degrees of freedom. وبالتالي انا لو عندي one variable او one measurement لازم تبقى بقيمة معينة علشان نطلع المين او نثبت قيمة المين، فساعتها يبقى دي مش هتتعد من ضمن number of degrees of freedom. وبالتالي number of degrees of freedom هتبقى هي number of measurements كلها minus one. ليه ال1؟ لان في 1 كونسترين. ايه الكونسترين؟ ان لازم في الاخر المين يطلع بنفس القيمه. فانا لو عندي whatever المين اللي انا طلعته وعايز اغير السامبل، فانا ستيل في النمبر اوف ميجرمنتس جوه السامبل 10 مثلا، فانا ستيل في 9 values من ال10 دول اقدر اغيرهم، والعشرة غصب عني هتبقى defined، مش هينفع ان انا اختارها او اغيرها، لازم هتبقى defined بvalue معين، وبالتالي دي مش هينفع تبقى ايه، او مش هينفع ان هي تبقى counted من degrees of freedom. فبالتالي number of degrees of freedom دايما هتبقى هي number of samples minus ال1. ال1 ده جاي من ال من الكونسترين الناتج عن حساب المين. فانا يعني مش عارف بصراحة ممكن تتوضح اكتر من كده او بطريقة تانية ازاي، يعني لو مش واضحة انا ممكن برضو افكر في طريقة تانية اوضحها بيها واوضحها تاني المحاضرة الجاية ولا حاجة، بس اعتقد هي المفترض تبقى واضحة. وفي الاخر الاكزامبل ده برضو موضحة. الاكزامبل ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا عندي المين of three numbers is eight، انا جبت اي three numbers وجبت المين بتاعهم طلع eight، يعني مثلا النمبرز مثلا كانوا 6 و 4 و 14، تمام كده؟ ف 6 و 4 و 14 اللي هم كام؟ 24 على 3 فيها 8، صح ولا ايه؟ اه مظبوط. طيب فانا لو عندي الثري نمبرز دول طلع المين بتاعهم 8، دول مثلا بيريبريزنتوا 3 ميجرمنتس، انا هقدر اغير ال 4 وال 4 وال 14، بس الستة هتبقى ديبندنت عليهم. اه قيمتها ممكن تتغير لو الاربعة والاربعتاشر مجموعهم، يعني مثلا لو انا غيرت الاربعة والاربعتاشر خليت الاربعتاشر دي 10 والاربعة دي والاربعة دي خليتها 8، خدت تو ميجرمنتس تانيين وطلع مثلا فاليو كده، فالستة دي لازم تفضل زي ما هي علشان اطلع نفس المين. طيب افترض الاربعة دي اتغيرت بقت ستة، الستة دي صحيح هتتغير تبقى هي كمان 8، بس الستة دي لما اتغيرت ما اتغيرتش فريلي، ما كانش فيه free variation، كانت constrained by the values بتاعت الستة والعشرة بحيث ان انا اطلع نفس المين في الاخر. فانا غصب عني في value من التلاتة measurements مش هقدر اغيرها freely، بس هي دي الفكرة، freely يعني بحرية كاملة، لا هي لازم هتبقى constrained، سواء مش هتتغير خالص او هتتغير بس بconstrained معين. مش عارف كم مين اللي سأل السؤال ده. انا بسمع. انا دكتور نور. واضحه طيب كده يا نور؟ اه المثال كده تمام واضحه، شكرا. العفو. تمام ده بالنسبه للنمبر اوف ديجريز اوف فريدم. تعالوا بقى نجاوب على السؤال بتاع التيل. انا دلوقتي بصوا كده، انا دلوقتي كل ما النمبر اوف ديجريز اوف فريدم بيقل، يعني شوفوا ده مثلا 13 ديجري اوف فريدم كان الكيرف بتاعها اللي هو ده، النمبر اوف ديجريز اوف فريدم لما قل بقى 5 الكيرف بقى اللي هو بالازرق ده، تمام كده؟ كل ما النمبر اوف ديجريز اوف فريدم بيقل هتلاقوا الرينج بتاعي وسع. ليه بيوسع الرينج في الكونفيدنس؟ لان انا في الاخر ببقى عايز مثلا سي ان انا اجيب الكونفيدنس ليفل، الكونفيدنس انترفال ديو تو كونفيدنس ليفل مثلا 90% مثلا، فعلشان اجيب الرينج ديو تو 90% كونفيدنس ليفل بروح اجيب الالفا، فالالفا هتساوي 0.1 وبالتالي الفا على 2 هتساوي 0.05، وبالتالي هروح اشوف لما يبقى الاريا ب 0.05 واخد الفاليو بتاعت التي المناظره ليها، ودي تبقى التي ماكسيمم، ومن الناحيه دي الفاليو هنا تي مينيمم. لازم الاريا بتاعت الجزء ده تبقى ايه؟ تبقى ألفا على 2 اللي هي ايه؟ اللي هي في الحالة دي 0.05. نفس الكلام هنا الاريا دي ألفا على 2.
طيب كل ما النمبر اوف ديجريز اوف فريدم بيزيد ايه اللي بيحصل؟ الكيرف بيبقى ليس فلات، تمام كده، وبالتالي الاريا اللي كانت في الجزء ده، يعني انا لو خدت نفس الجزء ده الاريا دي كانت الفا على 2 ب 0.05، لو جيت احسبها للكيرف اللي هو الليس فلات كيرف اللي هو الكيرف ده، الكيرف اللي هو اللي هو الديجريز اوف فريدم بتاعته 13، هلاقي ان الاريا دي اقل من 0.05. الاريا دي تعالوا نعملها بلون تاني، اهو الاريا اللي هي نفسها اللي انا خدتها هي في الاولانيه كانت 0.05. الاريا اللي بالاخضر دلوقتي بالنسبه للكيرف اللي في النص اقل من 0.05، الاريا دي اقل من 0.05، وبالتالي عشان اوصل ل 0.05 اللي هي الالفا على 2 هاخد الاريا زياده شويه، هروح لغايه هنا، فعلشان اوصل لل 0.05 اريا، الاريا بقت 0.05 هنا، الالفا على 2 او 0.05، وبالتالي الكونفيدنس انترفال قل زي ما انتم شايفين، عشان اخد الاريا نفسها اللي هي 0.05 من او 5% من الاريا بتاعه الاندر ذا كيرف كلها، عشان اوصل لها في الكيرف الثاني لقيت ان ايه، ان الكونفيدنس ليفل قل، بدل ما كان بين التو فاليوز اللي بالاحمر بقى بين التو فاليوز اللي بالاخضر دول، او الفاليوز بتاعه التي نفسها قلت، وبالتالي الكونفيدنس ليفل قل. كل ما النمبر اوف ديجريز اوف فريدم هيزيد الكونفيدنس ليفل هيقل، او سوري الكونفيدنس انترفال هتلاقيه بيصغر مش هيقل، هيصغر، وبالتالي هبقى بابروتش الايه، النورمال ديستريبيوشن كيرف، وبابروتش قيمه الزد، قيمه الزد اللي هي مثلا هنا، الزد مثلا هنا دي قيمه الزد اللي هي المينيمم والماكسيمم بتوع الزد. كان مين اللي سال السؤال ده؟ عمر تقريبا. واضح يا عمر؟ تمام. هو لما كل ما الليفل اللي هو الكونفيدنس ليفل بيقل، ده كده بالنسبه لي احسن، او الانترفال يقل ده بالنسبه لي كده احسن ولا اوحش؟ مش الليفل، الليفل ما قلش، احنا كل ده شغالين على 90% كونفيدنس ليفل، كل ده احنا شغالين على 90% كونفيدنس ليفل، الليفل ما قلش، الانترفال هو اللي قل. طبعا بالنسبه لي احسن ان انا في الاخر عندي رينج اقل، رينج اصغر، وانا ضامن بنسبه 90% ان الترو فاليو جوه الرينج ده. طب الرينج ده كل ما يصغر مش ده بالنسبه لي احسن؟ يعني انا بدل ما ابقى بديفاين مثلا الرينج بتاع الترو فاليو من 20 ل 25 ديجري سيليزيوس، ابقى بديفاين الرينج من 22 ل 23 ديجري سيليزيوس، فانا كده مور اكوريت، صح كده؟ ايوه تمام، شكرا لحضرتك. العام طيب، احنا كده اخر حاجه هنقولها النهارده. انا بالنسبه للسلايدز انا هبعتها لكم برضو على المودل، يعني كان في اكزامبل بس يعني هبعته لكم برضو، لو في مشكله يعني حد يرجع لي فيه، هو في الاخر نفس الاكزامبل بالظبط، بس ايه بدل ما هو سيجما هو اس، تمام كده، هو نفس الاكزامبل بتاع السيركتس، او شبه الاكزامبل بتاع السيركتس اللي احنا خدناه في النورمال ديستريبيوشن في الكيز اللي فات، بس هنا بدل ما احنا عندنا السيجما احنا عندنا الاس. طبعا في الامتحان برضو الاس مش تبقى جيفن، يعني الامتحان اكيد هيبقى مثلا في الميجرمنتس نفسها وانت اللي هتحسب لها الستاندرد ديفيشن بتاعها، وعلى اساس الاس هتبتدي تروح برضو تجيب الايه الكونفيدنس انترفال بتاعك. فانتوا اقروا برضو الاكزامبل ده وشوفوا كده القيم، ويعني شوفوا لو في اي مشكله ممكن برضو نقوله المره الجايه سريعا في اول المحاضره. احمد صلاح عندك سؤال يا احمد؟ دكتور حضرتك قلت الميجرمنت هي اللي هتبقى جيفن، طب انا هروح احسب بقى السيجما ولا الاس، ولا هو في السؤال هيقول لي؟ لا امال احنا قعدنا ربع ساعه في اول المحاضره بنشرح الفرق بينهم ليه؟ حضرتك قلت في حاجتين بس بجيب السيجما. ما احنا هنتبصوا يا جماعه، احنا دلوقتي انا شرحت اوريدي الجزء ده، انتوا يعني برضو ما تيجوا تتدربوا عليها في
دكتور هو حضرتك ميوت. طب انت اخر سمع اخر حاجه سمعتها ايه يا احمد عشان كنت بتكلم في الامتحان وبعد كده ما سمعتش؟ ما هو دلوقتي احنا اوريدي شرحنا الجزء ده، الفرق ما بين البوبوليشن مين البوبوليشن ستاندرد ديفيشن والسامبل ستاندرد ديفيشن. فانت بتشوف الميجرمنت اللي عندك الديسكريبشن بتاعها ايه، هل هي population وانا جايب لك كل الميجرمنت بتاعه البوبوليشن كلها زي مثلا كلاس انا بعمل عليه مثلا statistics وجايب لك درجات الكلاس كله وانا عايز اعمل statistics على الكلاس ده فقط، تمام كده؟ فساعتها انت هتتعامل على ان ده البوبوليشن. لكن فرضا انا مثلا جايب لك ميجرمنتس من سنسور زي مثلا تمبريتشر سنسور، فالتمبريتشر سنسور ده بقيس مثلا بي التمبريتشر وجايب لك 10 ميجرمنتس على مستوى مثلا اليوم كاملا، اللي هو مثلا اليوم مثلا وينزداي انا رحت عملت فيه 10 ميجرمنتس، وبالتالي دي مش بوبوليشن، ده واضح ان هي سامبل. فانت من الديسكريبشن بتاع السؤال هتقدر تفهم هي دي سامبل ولا بوبوليشن. طيب الجزء بتاع اللي احنا بنستخدم ساعات بوبوليشن ستاندرد ديفيشن بنستخدمه على السامبل، ده لو احنا only concerned بالسامبل دي فقط. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي في مصنع مثلا، المصنع ده له كذا فرع وكل فرع مثلا بيصنع سيركتس مثلا زي ما شفنا او دوائر كهربية، وكل دوائر كهربية ليها كاركترستكس معينة، وانا جبت لك مثلا السامبلز من المصنع الفلاني واحد منهم او من فرع واحد من المصنع ده، بس انا كونسيرند بالفرع ده فقط، يعني انا عايز اعمل الاستاتستيكال اناليسيس على الفرع ده بس، وانا جبت لك كل الداتا بتاعه الفرع ده، يعني كل الميجرمنتس بتاعه السيركتس اللي موجوده في الفرع ده، بس انا قايل لك ان المصنع ليه كذا فرع، بس ستيل برضو قايل لك ان انا كونسيرند بالفرع ده فقط، او هو ده اللي انا بعمل عليه الايه الاناليسيس، فساعتها هتستخدم ليش. فاهم قصد حضرتك، بس الفكره بقى ان انا ازاي في الامتحان اترجم ان المساله بتقول ان انا الكلام ده هيبقى مشروح، يعني انت في الامتحان هو بتبقى كيس واضحه، اما كل السامبل مكتوب ان احنا السامبل دي عباره عن البوبوليشن، كل السامبل اللي موجوده في السيستم، زي مثلا زي ما قلنا مثلا مصنع بيصنع حاجه وانا جايب لك كل البرودكتس اللي اتصنعت، جايب لك الميجرمنتس بتاعتها وخلاص، انا انديكيتد ده في السؤال، يعني انا لازم السؤال يبقى فيه الجمله دي، ان في الاخر كل البوبوليشن انكلودد، تمام كده؟ او وي ار اونلي كونسرند وذ ذس سامبل، تمام. لكن لما نيجي مثلا يبقى عندنا سامبل من تمبريتشر، سامبل من ميجرمنت زي مثلا فيلوسيتي بتاعت مثلا ميكانيكال ستراكشر بيتحرك او كار او كده، وانا قايل لك ان السامبل دي مثلا ريبريزنت 10 ميجرمنت من مثلا فروم مثلا البوبوليشن بتاع الدي كامل، او مثلا 10 ميجرمنت ديورينج مثلا ذا ويك، خلاص يعني انا لو اديك مثلا 10 ميجرمنت للتمبريتشر ديورينج ذا ويك ذا فيرست ويك اوف فبراير مثلا، فدي واضح جدا ان هي سامبل، ما تجيش تقول لي انا ما عرفتش ان دي سامبل، امال دي ايه؟ دي عمرها ما تبقى بوبوليشن. فالموضوع بيبقى واضح البوبوليشن لو كل البوبوليشن انكلودد، لو كل البوبوليشن انكلودد ساعتها دي هنستخدم البوبوليشن ستاندرد ديفيشن، لان خلاص انا عندي الميجرمنتس كلها. لكن في اغلب الاحيان السامبل اللي بتبقى عندي بتبقى عايز نعمل لها جنراليزيشن على البوبوليشن، وساعتها هستخدم السامبل ستاندرد ديفيشن. محمد ياسر في سؤال يا محمد؟ ايوه دكتور، هو حضرتك بالنسبه لموضوع السامبل والبوبوليشن في كورس الميجرمنت لما كنا بناخد الموضوع ده، كان الدكتور بيخلينا نعتبر ان لو عدد القرايات اقل من 20 فدي سامبل، لو اكتر من 20 فده بوبوليشن. هل في حاجه بالريفرنس اللي احنا كنا شغالين بيه مع الدكتور، ولا ده فاليد معانا برضو هنا؟
لا هو حتى الريفرنس اللي كنتوا شغالين بيه ما اعتقدش ان هو كان فيه الثريشولد بتاع 20 ده. انت شفته بعينك ان فيه ريفرنس بيقول ثريشولد 20؟ لا في لا في الريفرنس لا، بس احنا كنا بنحل المسائل حتى في ما هو دي كان اتفاق بينكم وبين الدكتور، يعني ان انت تريبريزنت اكتر من 20 ميجرمنت، دي بتريبريزنت السامبل. ده في الاخر ده اتفاق بينك وبين الاجريمنت، كايند اوف اجريمنت حصل بينك وبين اللي هيصحح الامتحان او الدكتور اللي بيدرس او كده، واتس اوكي okay. بس الفكره ان دي في الاخر في الاستاتستكس لا، هو احنا بيبقى واضح من السؤال هي سامبل ولا بوبوليشن، مش بالنمبر اوف سامبلز، مش هناخدها بالنمبر اوف سامبلز خالص. هناخدها من ان احنا السؤال بيقول لنا دي الانتاير بوبوليشن، زي السؤال اللي احنا شفناه الاكزامبل هيبقى بنفس الفكره دي، تبقى واضحه جدا. الاكزامبل اللي احنا خدناه قال لنا ان الستاندرد ديفيشن اوف ذا بوبوليشن واز ميجرد ان ا باست تيستينج اند از جيفن باي سيجما، او ما حتى لو ما قالكش سيجما فانت عارف بقى ان دي سيجما، لان كلمه بوبوليشن اتذكرت واضح من باست تيستينج، ده معناه ان التيستينج اللي قبل كده ده خد في الاعتبار كل البوبوليشن، تمام كده؟ فبتبقى واضحه جدا. لو انا عندي سامبل 10 20 30 سامبل وات ايفر ميجرمنتس، وانا ما اديتكش الستاندرد ديفيشن بتاع البوبوليشن، انا مش جيفن، انا قلت لك ان دي السامبلز اللي انت اللي عندك وخلاص، فساعتها انت اللي هتحسب الستاندرد ديفيشن بتاعك. فساعتها واضح جدا برضو ان الستاندرد ديفيشن اللي انت بتحسبه في الكيس دي هو سامبل ستاندرد ديفيشن، لان انا مديك سامبل قرايات او ميجرمنتس محدده ان هم مثلا 10 ميجرمنتس 20 ميجرمنتس من اصل ميجرمنتس كتير ممكن كانت تتاخد. فاهم؟ واضح كده؟ تمام يا دكتور. كان في بس سؤال تاني بالنسبه للكويز بتاع بكره، هيكون على شيت 1 بس صح؟ لا دي برضو يعني ممكن تسأل بقى الباشمهندس يعني. خلاص ماشي. أعتقد يعني هو اوريدي قايل الموضوع ده. طيب ياسمين محمد، في سؤال يا ياسمين؟ يا دكتور بالنسبة لنفس الحتة السامبل والبوبوليشن، أنا في الأول فهمت إن في مسائل خاصة بقوانين السامبل وفي مسائل خاصة بقوانين البوبوليشن، بس لقينا المسألة إن إحنا كنا نجيب يعني مسألة سامبل واستخدمنا السيجما، وبعدين إحنا بنجيب الإكس باور قلنا في الآخر ميو، فهل هي قوانين خاصة بده وقوانين خاصة بده ومسألة خاصة بده وده، ولا إحنا بنحاول نستخدم السامبل كحاجة بنوصل بيها للبوبوليشن؟ لا دي كيسز وكيسز، يعني المسألة اللي إحنا حلناها المسألة كان واضح فيها ستيتد، أنا بشير برضو دلوقتي هو السكرين تاني. هو تمام، بس احنا كنا بنحل قانون اكس بار وبعدين قلنا الميو في الرينج، فانا عارفه ان الميو بتاعت البوبوليشن اكس بار بتاعت السامبل، فمش فاهمه احنا بنعمل ايه. طيب عملت شير تاني اهو، تمام كده؟ تمام. طيب دلوقتي احنا دي المساله اللي انت قصدك عليها. هي المسألة كانت بتقول إن في سامبل واضح كده يا جماعة، والمسائل الامتحان هتيجي شكل كده، أو مش يعني نفس الترمينولوجيز اللي مستخدمة في السؤال، طريقة الكلام واضحة. A sample of 11 circuits، فدي سامبل اهي، و 11 circuits from A from a large normal population، فواضح is from a population، فخلاص ال 11 measurements لو هم included في السؤال ان هو مديك ال 11 measurements بتاعه الريزيستنس بالاوم، مديك بقى 11 values مثلا 1.9 2 2.1 1.8 وهكذا، فساعتها انت لو هتشتغل على دول ما بتطلعش السيجما، بتطلع الاس، تمام كده؟ واضحه دي رقم واحد. طيب هو مديني هنا بقى بيقول لي وينو، هو ما ادانيش دول، هو ما ادانيش الميجرمنتس دول، هو مديني ايه؟ الباست تيستينج، وي نو فروم باست تيستينج ذات ذا بوبوليشن ستاندرد ديفيشن از 0.35، ده معناه ان هو مديني السيجما مش الاس، السيجما از 0.35، تمام كده؟ تمام. انا لما باجي احسب الكونفيدنس انترفال انا مطلوب مني احسب الكونفيدنس انترفال فور ذا ترو مين ريزيستنس، يعني في الاخر الميو هي اللي انا عايز اجيب قيمتها مش الاكس بار. الاكس بار دول هجيبهم منين؟ من السامبل ده، دي الاكس بار، لكن هو عايز مني ايه؟
عايز مني الترو مين. الترو مين اللي هو الميو، الميو هو ده الترو مين. فاحنا عايزين نجيب انترفال بيعبر عن الايه الترو مين. طيب الانترفال ده انا هجيبه من سامبل بس باستخدام الستاندرد ديفيشن بتاع البوبوليشن، وبالتالي هستخدم النورمال ديستريبيوشن كيرف، وبالتالي هستخدم الزد فاليو مش التي فاليو. ليه هستخدم الزد فاليو؟ بعرف منين انا هستخدم الزد ولا التي؟ من اللي هنا. لو اللي هنا سيجما يبقى انا لازم استخدم الزد، لو اللي هنا اس يبقى انا لازم استخدم التي. يعني وطبعا مش يعني في حاجات تانية انا يعني ايه دلوقتي، خلينا نثبت الترمينولوجي دي. يعني لو هنا سيجما يبقى انا استخدم الزد، لو اللي هنا اس يبقى انا استخدم التي. بس انا ستيل بجيب ايه؟ بجيب الانترفال اللي بيعبر عن الايه الترو فاليو، تمام كده. فالميو هي الترو فاليو بتاعه المين، لكن الاكس بار دي مش الترو فاليو بتاعه المين، دي بوينت فاليو للمين، بوينت فاليو فور المين. وبالتالي انا مش عايز، انا لما هحسب الاكس بار من من ال11 سيركتس دول هطلع بوينت فاليو، لما اخد 11 سيركتس غيرهم هطلع بوينت فاليو غيرها، وهفضل كل ما اخد 11 سيركتس اطلع ميو مختلف. فانا عايز او اطلع او سوري اطلع اكس بار مختلف، فانا عايز اشوف ايه الانترفال بيزد على ال11 فاليو اللي انا طلعتهم هنا، ايه الانترفال اللي انا اقدر ابقى 95% شور، 95% شور ان الميو هتبقى جوه الانترفال ده. هي ده هو ده دلوقتي ايه السؤال. واضحه كده يا ياسمين ولا مش واضحه؟ تمام، بس انا اللي فهمان دي مساله السامبل، فايه اللي جاب السيجما في الموضوع طالما دي مساله خاصه بالسامبل؟ ما هو إيه، انا برضو مش يعني عشان كده بنستخدم السامبل عشان نوصل للميو اللي احنا بنعتبرها ترو عشان هي خاصه بالبوبوليشن. هو كلمه سامبل يا ياسمين ما لغتش البوبوليشن، يعني احنا عندنا سامبل وعندنا بوبوليشن، احنا في الاخر عندنا الاثنين. لما بنقول ان في سامبل استيكن فروم ا لارجر بوبوليشن، ده مش معناه ان انا البوبوليشن اتلغى ما بقاش موجود، هو موجود وانا اللو ستاندرد ديفيشن انا عارفه. السامبل دي ده اللي انا قدرت اعمل له ميجرمنت، او دي الداتا اللي انا قدرت اجمعها. ازاي بتريبريزنت الترو فاليو بقى؟ هو ده اللي انا عايز اوصل له. انا لو عندي الستاندرد ديفيشن بتاع السامبل ساعتها هستخدم التي بيزد تيبل، لو عندي الستاندرد ديفيشن بتاع البوبوليشن ساعتها هروح استخدم الزد تيبل او النورمال ديستريبيوشن تيبل. لكن في الاخر موضوع ان انا عندي سامبل يبقى ايه اللي جابني، ايه اللي دخلني في البوبوليشن، او عندي بوبوليشن يبقى انا ايه اللي دخلني في السامبل، ده مش منطقي. لان انا كده كده بيبقى عندي بوبوليشن وسامبل، انا عندي الاثنين. انا بيبقى عندي في الاخر فاريبل انا بعمل له ميجرمنت، الفاريبل ده بالميجرمنتس كلها بتاعته بتنديكيت بوبوليشن، لكن اللي انا بقدر اجمعهم ده بيانديكيت سامبل، تمام. بس ستيل انا عندي السامبل وعندي البوبوليشن الاثنين موجودين، وبالتالي انا لما هاجي احسب الترو فاليو هستخدم الستاندرد ديفيشن بتاع ايه، بتاع السامبل ولا بتاع البوبوليشن؟ لو استخدمت بتاع السامبل يبقى انا كده عندي فاريابيليتي اكبر، فعشان كده لازم استخدم التي، عشان التي بتبقى قيمتها اكبر من الزد لنفس الكونفيدنس ليفل. طيب لو انا بستخدم السيجما ساعتها انا الفاريابيليتي اللي عندي اقل فهستخدم الزد، بس ستيل انا بشتغل على سامبل فروم ا بوبوليشن، فالسامبل موجوده والبوبوليشن موجود والستاتستكس بتاعه البوبوليشن ممكن تبقى جيفن. زي في المساله دي هو مديني السيجما بتاعه البوبوليشن. تمام، شكرا يا دكتور. العفو ياسمين. هو بس الفكره في ايه، ان احنا ما نقيدش نفسنا بديفينيشنز معينه نقول ايه، طالما في كلمه سامبل في السؤال يبقى انا مش هستخدم اي حاجه ليها علاقه بالبوبوليشن، طالما في كلمه بوبوليشن في السؤال يبقى انا مش هستخدم اي حاجه ليها علاقه بالسامبل. يعني احنا لازم يبقى عندنا فليكسبيليتي في الـ في الـ في الانتربريتيشن بتاع السؤال عايز ايه، هو دي الفكره. بس فاحنا ال 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 الموضوع يعني عايزين نثبت ترمينولوجي، فاحنا هنمشي كده. احنا لما هيبقى عندنا السيجما هنستخدم زد، وما يبقى عندنا الاس هنستخدم التي. دي الترمينولوجي اللي هنثبتها.
طيب هنعرف منين اللي عندنا ده سيجما ولا اس؟ بتبقى ستيت، بتبقى ستيتد في السؤال، انا متاكد ان محدش هيتلخبط فيها، يعني بتبقى ستيتد في السؤال. زي هنا مثلا we know from above testing that the population standard deviation is كذا، فدي واضح جدا ان هي السيجما. طيب لو انا عندي سامبل وهو مديني القرايات بتاعه الريزيستنس وانا اللي بجيب منها ال الاس، او انا اللي بجيب منها الستاندرد ديفيشن، فده واضح جدا ان هو الاس. ليه؟ لان ستيتد برضو في السؤال ان السامبل دي is taken from a large normal population، يعني السامبل دي في الاخر ما هياش كل البوبوليشن. عمر في سؤال تاني يا عمر؟ اه دكتور معلش، هو الميو اللي احنا جبناها في الاخر دي خاصه بال 11 سامبل دول صح؟ لا، الاكس بار هي اللي خاصه بال 11 سامبل. الميو دي الترو فاليو بتاعه المين، دي انا بتوقع ان هي بتلاي within a certain range، بس انا ما عنديش الفاليو ولا اعرفها ولا حتى متاكد بنسبه 100%، انا متاكد بنسبه 95% فقط. يعني ستيل الميو كان لاي اوتسايد. ليه؟ لان انا ممكن السامبل بتاعي كله ما يبقاش كابتشرد فيه الميو فاليو دي، ما تبقاش جواه. يعني انا خدت سامبل والانترفال اللي انا طلعته مش جواه اصلا الميو، شيفتد مثلا رايت او ليفت، بس طبعا نسبه ان هو ما يبقاش جواه الميو هي 5%. فاحنا دلوقتي بنعرف احنا مش بنجيب الـ يعني السيجما، قصدي الاكس بار ده المين بتاع السامبل، الاكس بار ده المين بتاع السامبل، الميو دي ترو مين. كلمه ترو اول ما تشوف كلمه ترو فدي معناها ان هي از نوت ا ميجرابل كوانتيتي، وان احنا لازم نطلع لها انترفال. كلمه ترو اول ما تبان في اي مساله، الترو فاليو بتاعه الفيلوسيتي، الترو مين، الترو تمبريتشر، الترو اي حاجه، ده معناه ان احنا مش متاكدين. احنا هناخد دلوقتي جس، احنا هنجيب probability وهنجيب interval، تمام كده؟ فكلمه ترو مين يعني ايه؟ يعني المين بتاع السامبل كله اللي هو مش معايا، المين قصدي بتاع البوبوليشن كله اللي هو انا ما اعرفوش. انا اللي اعرفه هو ايه؟ هو ال المين بتاع السامبل فقط، وبالتالي بطلع انترفال بكونفيدنس انترفال معين، وهو ده يبقى الايه، يبقى الترو فاليو بتاعت المين هتقع جواه، او الترو فاليو بتاعت اي كان ايه الحاجه اللي انا بعمل لها ميجرمنت. لو انا عايز اجيب الانترفال اللي الترو فاليو دي بتلاي within a certain range، فانا ساعتها هعتبر التي بيزد تيبل او النورمال ديستريبيوشن بيزد تيبل بيزد على الستاندرد ديفيشن اللي عندي، سواء ان الستاندرد ديفيشن ده بقى عباره عن اس او سيجما، هاخد بقى القرار. تمام، ان شاء الله المره الجايه ممكن نبدا باكزامبل برضو يعني الاخير في الليكتشر دي، وبعد كده نكمل، او برضو انا هنزله لكم يعني مع المحاضره، واشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله. اتفضل يا باشمهندس. Thank you.